المأساة. برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة. تدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية. يأتيكم كل أحد على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء. اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في إذاعة وطني. نحن اليوم الأحد 5 جوان 2016. الموضوع تاعنا اليوم يتعلق بالمأساة الإضراب نتاع جوان 1991 والمأساة. بداية قبل ما نشرع في هذا البرنامج، أترحم على كل الإخوة والأخوات من الجزائريين والجزائريات اللي سقطوا أثناء هذه الفتنة اللي ضربت البلاد. ربي يرحمهم جميعا إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعزي العائلات نتاعهم، ربي إن شاء الله يصبرهم. والإخوة والأخوات اللي ما زالهم موجوعين من هذه المأساة، سيما من العائلات نتاع المختطفين، ربي إن شاء الله يكون معهم. إذن الإخوة والأخوات، نحن على المباشر. ألو ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. قدم الميكروفون للأخ الكريم. نعم، نحن على المباشر. أنا ما كنتش في الاستماع، أنا مخالف معك، أنا كنت حاسس بالمزاج. نحن على المباشر. المهم الأخ الكريم، الموضوع تاعنا اليوم يتعلق بالمأساة. رأيت في الفيسبوك. نعم. رأيت في الفيسبوك. نعم، راهو عندك أعتقد شوية مانيش عارف الضعف تاع الخط ولا. راهو الصوت تاعك ما يلحقش صافي كما ينبغي. الو الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو، معك. اصبرني الاخ نبيل، الاخ اللي دخلت معنا، الاسم نتاعك منين ومن راك تكلم فينا؟ الجزائر. الاسم بالقاسم من الجزائر. الأخ بالقاسم، مرحبا بك الأخ بالقاسم. إذا راك مشغل الإذاعة طفيها، اسمعني فقط من السكايب مباشرة باش يلحقك الصوت. يعني الأيقونة الحمراء. لا لا لا، الأيقونة الحمراء معناتها بلي تخرج من السكايب. واش بعد؟ إذا كان راك فاتح الموقع نتاع الإذاعة أغلقه، اسمعني فقط من السكايب باش ما يلحقك الصوت. أوكي. باش ما يلحقش الصوت متاخر. لا راني مع سكايب. نعم، المهم الاخ بالقاسم، الموضوع تاعنا اليوم. لا راني مع سكايب فقط. نعم، الاخ بالقاسم، الموضوع تاعنا اليوم هو يتعلق بالمأساة. مانيش عارف الا كنت عشت الاجواء هذيك نتاع 90 91. في بالك انت علاش الاضراب نتاع الماي هذاك وجوان؟ علاش هو القياده نتاع الجبهه الاسلاميه والحزب نتاع الجبهه الاسلاميه في تلك المرحله داروا هما الاضراب هذاك وكان مفتوح؟ يعني علاش داروا هما الاضراب وش هي الاهداف تاع؟ الاخ نور الدين بين قوسين، الى سمحت تبلي الاذاعه ما راهاش مشغوله، باسكو شت الاذاعه ما راهاش مشغوله، ما راهاش تخرج هنا اون توكا هنا في الجزائر. وحاجه اخرى، السكايب، الحساب السكايب تاع اذاعه وطني ما راهش يخدم.
هنا راني ندخل داخل في ان جروب. لا الو، لا 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 لا، الأخ نبيل، الإذاعة تاع وطني راح تمشي، ربما راح عندك مشكل نتايا، والسكايب كيف كيف نفس الإشكال، ربما نتايا راك داخل في عدة مجموعات وراك تتصل بالهاتف، المهم ربما يكون المشكل من عندك. انتو اسمح لي باسكو كاين كي تدخل سكايب كاين اذاعه وطنيه تاع سكايب اوفيسيال مصدر، كي تدخل كي تدخل تقبيله تعيط سا ريبون با، وانت دروك اضفتني في ان جروب، ايه انا تاعك داير ان جروب ماشي انا، بيان سور هذه اوتوماتيك. ماشي اذاعه وطنيه، ان جروب واحد اخر. لا 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 لا، انا كل مره ندير ان جروب، كل كونفرنس، كل ندوة نديرو واسمو جروب، باسكو ماهمش نفس الناس اللي تتكلم معاهم، كل مرة يجيو ناس جدد. دوك الأخ هذا راهو جديد في الجروب، وبعد ما نكملو مباشرة نلغيو الندوة هذيك ونفتحو ندوة واحدة أخرى إذا كان. المهم الأخ نبيل، نعم المهم الأخ نبيل، نحن في على المباشر في الموضوع تاعنا، الميكروفون من فضلك. الأخ إذن بالقاسم وجهت لك سؤال فيما يتعلق بالإضراب. نعم، إيه الإضرار كما أنا عشت المرحلة ونعرفها مليح يعني جيداً، والمرحلة كانت مأساة ولكنها مأساة مصطنعة، حاشا الشعب الجزائري أن يكون قتالاً، وبالعكس الشعب الجزائري كان يسير جزائري من أقصى الجزائر إلى أدناها ومن أعلاها إلى صحرائها ومن شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لم تكن الأبواب مفتوحة، بالعكس كان إنسان يبيت عند إنسان يعني حيثما أواه المبيت مات. هذه معروفة في الجزائر وما زالت موجودة، لم تقتل هذه القيم. نعم. إذا كانت هم على كل حال، هي كانت صراع وقع قبل الاستقلال. نعم. استمر، هو الصراع الثقافي الهوياتي. المشكل هذا الصراع يعني لو مستمر طويل طويل، بدأ منذ القرن الثاني الهجري تقريبا. لكن ما نطولوش الموضوع. بالنسبة للجزائر وفي العالم العربي موجود هذا الصراع، هناك تيار تدريبي استئصالي، هي مشكلة الحياة هي دي، كل ما ينتمي إلى دين هو محرم وخطر وكذا وكذا وكذا. درسوا دراسة وجدوا أن الشعب الجزائري على فترة المسجلية كلهم لا هو ليس لم يكن مع الجبهة الإسلامية الإنقاذية، أنا الجبهة الإسلامية الإنقاذية كلهم ملائكة أبدا، ولكن صوت إله الله والإسلام وكذا، هذا الصوت مدوم مجلجل وفطرة الإنسان. نعم. درسوا وجدوا أن الشعب الجزائري كله ساري بصوته للجبهة الإسلامية الإنقاذية. الأخ بالقاسم الله يحفظك، لو كان تقرب شوية الميكروفون راهو الصوت نتاعك يلحقني شوية مقطع. الو، باش يكون الصوت نتاعك مليح ونستفادوا من المداخلة نتاعك. اخ بالقاسم هل تسمعوني؟ يبدو هو انه كاين مشكل. اسمعك جيدا. المشكلة هو اسمعك جيدا. الخلل راهو من عندك الاخ بالقاسم، هو انه مرات يكون الصوت نتاعك من بعد لما تسمع التسجيل تشوف الصوت كيفاش، تشوفه مقطع، مرات يكون الصوت واضح، مرات عبارات يتقطعوا. هذا مشكلة الانترنت. حاولوا انه الاخ بالقاسم هو انه تخرج وتعاود تدخل، ربما لا عاود يتصلح الخط. اوكي. نعم. في انتظار عودة خونا بالقاسم من الجزائر، الاخ نبيل من وهران. الأخ نبيل نفس السؤال، يعني علاش في 90 91 القيادة نتاع الجبهة الإسلامية والحزب بصفة عامة؟ والله اصبر نشوفوا بالك لعدي يكون خونا بالقاسم بالك راهو صلح الخط نتاع. نعم الأخ بالقاسم. قلت فلما وقعت تلك الدراسة غيروا قانون الانتخابات البلدية بحيث جعلوا صعدوا بعض البلديات إلى الدوائر، وبعض البلديات الكبرى تركوها، يعني درسوا دراسة يعني معينة. نعم. وغيروا الانتخابات، وهذا طبعا كان تزورون محاولة خنق خيار الشعب الجزائري. نعم. فطبعا كان رد الفعل هو الإضراب، الإضراب يعني أسلوب حضاري في كل الدول، لا يوجد ما يمنعه، لا يوجد ما في إضرابات، هنا تحت المظاهرات، هنا تحت تفخر الطرق إلى الباب، يعني شعوب من الناس قاعدة تتحرك، لابد أن تعالج المشكل بعقلانية، أما أن تحاول حل المشكل وفق مصالحك الشخصية الضيقة
هي الأقلوية، هذه هي الكارثة، وهذا الذي أوقع الجزائر. أما الإضراب كالإضراب شرعي، وتمت مداهمته في ليلة وقتل من قتل وأطفئ الموضوع، يعني هذا المهم في ذلك الوقت. يعني إذن الأخ بل 500 قتيل أو كذا، يعني كأنها أرواح. أخ بالقاسم، إذن نعم. إذن الإضراب حسبك أنت يا هو أنه كان الهدف منه هو يعني الاحتجاج على القوانين هذه أنت على تقسيم الدوائر الانتخابية، ويعني كان الهدف أنته هو يعني المطالبة بإعادة النظر في القانون هذا. للأسف الشديد هو أنه خرج هنا بالقاسم، يبدو أنه الخط أنته راه فيه خلل، راكم تعرفوا الانترنت في الجزائر. المهم الاخ نبيل نفس السؤال، تفضل الاخ نبيل فيما ربما يعود اخونا بالقصر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والسلام على المستمعين كلهم. حدث 91 عشناها ككل جزائريين تقريبا في الداخل، وحنا كنا من المتتبعين لحظة بلحظة، وكانت تتلاحق الأحداث بسرعة. تصدر جاءت التشريعيات، جاءت الانتخابات وفازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تصدر ما كان حتى واحد يتوقعها. عاود تصدر غير الدستور، وجاءت التشريعيات وألغيت الانتخابات، واستدر جاءت في استدر في زمن محدد وصغير، استدر تلاحقت الأحداث بسرعة. أنا بالنسبة لي كانت بالك استدر من حيث جهة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يعني ما كانش فيها سياسيين اللي كانوا يشوفوا للبعد استدر للبعيد، استدر كيفية التحكم في زمام الأمور، أو كيفية استدر البلوغ استدر إلى مبتغاهم، وداروا استدر هذا كان الإضراب السلمي. وال أنا استدر بالنسبة لي كان هذاك الإضراب وهذاك التجمعات اللي داروهم كانت إيجابية أكثر للسلطة آنذاك، لأنهم شغل حشدوا روحهم في منطقة صغيرة، وكانوا استدر الخدمة اللي كان وفروا على العمل تاع الدولة هذيك والدولة اللي كانت تاع القمع وكل شيء، وفروا عليها الخدمة شوية. شغل راحوا جمعوا رواحهم في مكان محدد، ووفروا على الأمن أنهم يروح يجمعهم ولا يأي. وشاهدنا هذيك الليلة، ليلة سقوط هذيك كما نقولوا استدر التجمعات والاعتصامات، وبكل سهولة في ليلة واحدة، وبكل سهولة فرقتهم. استدر وكان ما كانت باينة باللي استدر هناك استدر راها تتكون دولة العسكر، دولة القمع، وراحوا استدر راحت الجبهة الإسلامية ولا القياديين، بعض القياديين راحوا في الطريقة اللي كانت باغيتها الدولة. نعم، شكرا الأخ نبيل. الأخ بالقاسم من الجزائر، أتمنى هو أنه راك طلحت الخط نتاعك. أخ بالقاسم. نعم نعم، تفضل الأخ بالقاسم. كان انقطع الخط. نعم، كان الإضراب شرعي وكان قانوني ودستوري وكان سلمي وكان شامل كل ولايات الوطن، وشامل كل يعني كل الناس، يعني ما كان فيه غير المتدينين او الاسلاميين كما يسمون بين قوسين. كان الشعب كله شعب جزائري، وهذه نعمه من نعم الله انه لا يوجد عندنا طوائف وفرق وملل ونحل، تقريبا شعب واحد. بعد ذلك بدا طبعا اثر الشيخين ارادوا يعني تكسير الراس لتشتيت
فإذا بها يعني مؤتمر الوفاء في لا لا درك نجيو ليها الاخ بالقاسم درك نجيو ليها ان شاء الله وحده وحده. احنا في البدايه حبينا نعرفوا علاش الاضراب واش هو الاهداف نتاعو وعلاش كان مفتوح يعني علاش ما كانش يعني محدد قال مثلا بيومين ولا ثلاث ايام لماذا كان مفتوح. هذه الاسئله شرعي قانوني ردا على تحايل وتآمر داخلي سياسي قامت به جهات داخل أو أجنحة داخل السلطة من أجل قطع الطريق على خيار الشعب. هكذا فهم الشعب وهكذا فهمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ. والشعب اللي كان مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما كانش مريض نفسي ولا معتوه، بالعكس كان يفهم وواعي وعارف على بساطته وعارف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسواد، الأمة خيرها في سوادها في شعبها البسيط هذا اللي ما هو لا متأدلج ولا يفهم ولا يفتي ولا يأول ولا يصحح الحديث ويضعف ويربط ويروي. هذا الشعب اختار هذا الخيار. ولماذا لو لم يكن معها الشعب ما توقف الاقتصاد تقريبا في تلك الأيام؟ لماذا كان مفتوح؟ كان ينتظر إجابة أو مفاوضات. هذا هو الحل السياسي، لا يوجد فيه أي شعيبة. واللي راهم يأولوا ويحاولوا مجرد ناس يحوسوا يعموا ويزيفوا الوعي ويحاولوا يدرقوا على الدماء التي أسفكوها، والله سيتولى سرائر ويوم القيامة راكم نشوفوا وش سرى بالحقيقة. نعم. كثير من الناس أبرياء هم مجرمون وكثير من المجرمون هم في أثواب الحملان. هذا ما عندي. نعم. شكرا أخي بالقاسم. إذا تحب تبقى معنا فقط تطفي الميكروفون، راهو عندك واحد الخانة ثم نتاع السكايب هو مصور فيها ميكروفون أغلى دير عليها العالمة هذيك باش توقف الصوت. أوه. ولما تأخذ الكلمة شغل الميكروفون هذاك. أخي عيسى من فرنسا مرحبا بك. الأخ عيسى نفس السؤال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. الله يبارك. أولا بادئ ذي بدء ترحم على كل ضحايا المأساة الوطنية من كل الأطراف، من الموتى ومن مفقودين وكل من يعاني من ما هم مهجرين كذلك ونحن منها. نعم. بادئ ذي بدء يا نوردين إذا كان سمحت لي. نعم. قبل ما نلحق 91 إذا كانت تريد أن ندير نبدأ قصيرة. نعم تفضل. لأنه الأمور متسلسلة مرتبطة. صحيح. أمور بدأت على كل حال بدأت في نهاية الثمانينات داخل الجامعة وبداية ظهور الصحوة الإسلامية إلى آخره. كان هناك عدة جماعات على كل حال، كان جماعة الإخوان الدوليين بباقية نحنا وجماعة المحليين بباقية جاب الله، كذلك كانت جماعة الجامعة المركزية تبع مالك بن نبي، كان يقدم محمد السعيد والدكتور محمد بوجلخة. قبل كذلك كان اجتمع كذلك بعض العلماء هم عباس مداني وعبد اللطيف سلطاني وعباس مداني، مجموعة كبيرة، ودعاوا إلى تأسيس رابط الدعوة. تأسس سحنوني في تلك الفترة يعني 83. شيخ سحنون. نعم أحمد سحنون 83. كان 83 سنة عمره، هذه في 89. نعم. كان مع عضو نحن عباس مداني جاب الله علي بالحاج ومحمد السعيد إلى آخره. نعم. وكان عندهم بيان يعني واضح اللي صدروا في 89 يقولوا يطالبوا بإصلاح العقيدة والدعوة للأخلاق الإسلامية وتحسين الاقتصاد وكذلك القضاء على النضال على مستوى الفكري. نعم. وهذه دعا لها محمد السعيد الاجتماع اللي صرا. من بعد نرجع الجبهة الإسلامية، أول من دعا إلى جبهة موحدة هو محمد السعيد قبل علي بالحاج وقبل عباس مداني وقبلهم كل. بعد ذلك جت مباشرة، المهم كانت هناك صحوة إسلامية، أنا كنت داخل الجامعة وأنا من اللي عايشة تلك الفترة عايشت في بومرداس وعايشت في الجزائر العاصمة والجامعة المركزية إلى آخره. إذن هناك كانت هناك صحوة إسلامية داخل الجامعة. بعدها مباشرة أحداث 88، كانت أحداث 86 في قسنطينة إذا كانت تذكروا، قبل 88 كانت هناك انتفاضة، جاءت انتفاضة 5 أكتوبر 88. نعم. وهنا لابد الإشارة لأننا نتحدث على الجبهة الإسلامية ونتحدث على الإسلاميين، الجبهة الإسلامية بصفة خاصة والإسلاميين بصفة عامة. في 88 كما يعرف الجميع كانت مسيرة الجمعة. مسيرة الجمعة أنا كنت حاضر فيها، يعني كنت في ساحة الشهداء. كنا في المقر تاع اتحاد الشبيبة اللي في ساحة الشهداء لمقابلة مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني، وشفنا كيف سقط أول ضحايا المأساة الوطنية. أول مرة اللي نشوف الدماء تسيل في الجزائر، وكانت هناك يعني بكينا.
في يعني بعد الأحداث تاع 88. في بعد الأحداث 88 لا خلال الأحداث 88 في أكتوبر 88 لأنه كانوا كانت الأمور تحركت وبدأوا كسروا إلى خير قبل إعلان حرب طوارئ. كانت مسيرة تاع الإسلام اللي انطلقوا على ما أظن من مسجد من بلكور. و 88 هذه في 88 ممكن 7 ولا 8 أكتوبر لما عنديش التاريخ بالضبط. قلت لك أول مرة أنا نشوف دماء الجزائريين الأبرياء تسيل، هذيك اللي بقات مأثرة فيه لحد الآن يا أخ نور الدين. نعم المهم أخ وسمو أخ عيسى في النقطة هذه برك على جال باش تسمى نطرحوا تساؤل وفي نفس الوقت نحاولوا هو أنه نجيبوا لأنه تسمى حنا رانا ثاني أيضا عشنا الفترة هذه. درك في الأحداث نتاع أكتوبر كاين زوج حوايج ما كانش جميع. نعم. يا إما أنها موجهة وإما أنها عفوية. لما نقولوا عفوية ما نقولوش بلي الإسلاميين، لما نقولوا العفوية هي عفوية بمعنى أنه الناس كل تقدر تشارك، ما كانش قال واحد راه ينظم فيها. وإما أنها موجهة بالتالي علاش الإسلاميين، لماذا علاش السؤال الإسلاميين قالوا هما اللي وراء التحريك نتاع الأحداث ولا وراك؟ لا ما كانوش اسلاميين رضي الله تعالى عنك الاحداث بداية. ما كانوش هي كانت عفويه. انا كنا الوقت ذاك في عميروج وكنا ندرسوا دروس للطلبه تاع التيرمينال. نعم. في باب الواد وفي الثانويه تاع الجزائر هذيك مركز كيف يسموها. نعم. ولا اتصال هي بدأت الثانويين. هي كانت عفويه. نعم. وبعد ذلك اصبحت موجهه يا رضي. بدأت عفوية وبعد ذلك أصبحت موجهة. فهمتي واش نقصد؟ نعم. هذه في أحداث 88 اللي كنت حاضر فيها، يعني ماهوش واحد يحكي لي، كنت حاضر ومشيت في المسيرة وصوروني بالصور إلى آخره قدام في شارع زيغود يوسف. نعم. المهم نرجعوا للموضوع الوحدة وستسمعكم على كل حال. نعم. الإضراب يا نور الدين كان كما تفضل أخو كان إضراب شرعي لأنه الحال القطر التي فاضت الكاس الوقت ذاك هو التقسيم الإداري. نعم. التقسيم الإداري الجديد اللي داروه على المقاس، لأنه كما تعلم في الانتخابات الأولى تاع الانتخابات البلدية قبل التشريعية على بالك باللي جبهة الإسلامية الإنقاذ فازت في 953 مجلس بلدي من 1539 و32 مجلس ولائي من 48 ولاية. إذا من بعد ولو وقت حمروج داروا التقسيم الإداري الجديد، تقدير دوائر يعني على جماعة جبهة التحرير الوقت هذا كل السلطة بصفة عامة والحزب تاعهم جبهة التحرير أرادوا تقسيم إداري جديد على المقاس. هنا بدا المشكل مع جماعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، رفضوا هذا رفضا باتا التقسيم الإداري. في البداية رفضوا التقسيم الإداري ورفضوا بعض الأمور القرارات اللي أخذتها الحكومة آنذاك. هذا أساس الإضراب تاع ماي وجوان 91. والإضراب على كل حال بدا في الأول، هي كانت مسيرات يا نور الدين قبل الإضراب. كانت مسيرة بين يصليوا الظهر في ساحة الشهداء ويجيوا مسيرة والعصر في ساحة أول ماي. أنا كنت بين الزوج، كنا في عميروش بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء. كانت هذيك المسيرات كانت في الشوارع ومن بعد ولات في الأرصفة، ممنعوهم القوات الأمن أنهم يمشيو ولا يمشيو غير في الأرصفة. قبل الإضراب كانت هناك مسيرات، المسيرات هذيك مسيرات كل يوم كاينه مسيرة. نعم. بعد الصلاة مباشرة يمشيو بين ساحة الشهداء وساحة أول ماي على كل حال. بعد ذلك بدأ مباشرة هذا الإضراب المفتوح، وكان تمركز تاعهم في ساحة أول ماي لأنها ساحة كبيرة وجاية وسط العاصمة. ثم بدا تحم وداروا تخييمات، داروا سوق، داروا امور كثيره كنا يعني زرناها وشفناها وحضرناها. هذه بالنسبه لجزائر العاصمه، انا اللي كنت في جزائر العاصمه. هذا في بالنسبه للاحداث. درك كان انصار الجبهه الاسلاميه كانوا يدركون مآلات الاضراب ولا ما يدركوش الله اعلم. يا نور الدين ما كانوش ممكن، كان جناح في السلطه، كانوا الاتصال في جناح في السلطه. لا هذا رايي انا، ممكن على كانوا على اتصال. لماذا قلت 88؟ لان 88 النظام اللي خرجهم الاسلاميين. نعم. مسيره هذيك كان النظام اللي مش الاسلاميين، وكان بعد الشهادات اللي تقر بهذا
مثلا علي بالحاج وجامعته الى اخره، هما خرجوا في مسيره بعد الجمعه مباشره، مسيره كانت ضخمه، انطلقت من بالكور حتى لساحه الشهداء، حتى المديريه العامه للامن الوطني، وانه وقع اطلاق الرصاص وضحايا كثير وسالت الدماء وتفرقت المظاهره بعد ذلك. اذا ممكن هما كان عندهم اتصال مع جناح، اعطاهم ضمانات، جناح في السلطه، لست ادري من، ممكن اعطاهم ضمانات بانهم يواصلوا اضرابهم حتى اسقاط النظام. هذا لا ما اظن. نعم، شكرا الاخ عيسى. الميكروفون نحاول هو انه ندير مداخله ونعاود نرجع لكم يعني في كل نقطه. المهم درك احنا الان رانا في 2016، انا شخصيا عشت المرحله هذيك نتاع 90 وال91، وكنت من المشاركين في الاضراب، يعني ماشي قالوا لي والله قريتها في كتاب، والله كنت من المشاركين في الاضراب من البدايه نتاعو للنهايه. كاين بعض الاشياء اللي درك مع الوقت بانت في تلك المرحله، كانت كثير من الامور كانت غايبه علينا لعدم التجربه، لغياب المعطيات، لعدم فهم النظام فهم كما ينبغي، لعدم معرفه تحولات الدوليه، الى غير ذلك من الاشياء اللي هي مرتبطه بهذاك الاضراب هذاك. هي كما كان يقول قبيل الاخ بالقاسم من العاصمه، الصراع هذا في الجزائر هو ليس وليد الصدفة، يعني ما جاش هكذاك، الصراع متجذر وعنده أبعاد، وكان يدور حول الهوية بالأبعاد نتاعها، سواء اللغة ولا الإسلام ولا التاريخ. والصراع هذا محتدم، وحتى أنه سلت فيه دماء، يعني لو تشوف مثلا انت كاين بعض الناس اللي تمت التصفية نتاعهم والله تم التهميش نتاعهم بعد الثورة كان نتيجة هذا الصراع. يعني درك هاك تشوف مرات الناس لما يكلموك، لما تتكلم انت بالعربية يقولوا لك انت عروبي. اخ عيسى الميكروفون من فضلك. يقولوا لك باللي انت عروبي، يقولوا لك باللي انت بعثي. بالتالي درك هذا الصراع هذا صراع قديم، وحتى انه يقول لك باللي هذا من حزب فرنسا، لما يكون واحد فرانكوفوني ولا هذيك يقول لك هذا من حزب فرنسا. إذن هذا الصراع هذا حول الهوية في الجزائر موجود. صحيح هو أن الشعب الجزائري فصل في هذه المسألة بالدماء، دليل في ذلك الناس، يعني أغلبية نتاعهم نتاع الأحزاب كلهم عندهم المرجع نتاع أول نوفمبر، يعني البيان نتاع أول نوفمبر، البيان نتاع أول نوفمبر واضح في هذه المسألة. درك الآن فيما بعد كانت هناك انحرافات، يعني بعد الاستقلال، بحيث هو أنه أرغم الشعب على السير في الإطار هذا الاشتراكي، ومن بعد احنا كنا ندفعوا في ثمن نتاع صراع بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، ومش غير احنا في الجزائر، يعني أغلب الشعوب كانت تدفع في الثمن نتاع هذا الصراع هذا. حدث اللي حدث بعد الثورة هذيك نتاع إيران ونتاع أفغانستان، ولما تحركوا طلبة في الجامعات، المهم أيضا كان نشاط في الجامعات، كان أيضا عنده هذا البعد هذا نتاع العربي الإسلامي ونتاع الغربي وكذا، وكان هناك صراع بين طلبة كان موجود. لما جت هذه التعددية هذه بعد الأحداث نتاع أكتوبر، يعني هكذا تسمى ذوك. الآن احنا نحكيو في 2016، في تلك المرحلة كنا نشوفوا فيه شوفة، الآن رانا نشوفوا فيه شوفة واحدة أخرى. الآن في 2016 لما نعاودوا نراجعوا ونشوفوا، يعني ناخذوا بعين الاعتبار وش اللي صرا من فتنة ومن أحداث ومن دماء ومن مجازر ومن كذا، لما تشوف انت الدستور انت 89 ما كانش مضبوط، يعني كانت هناك حريات صحيح، هذا يعني تسمى مما لا شك فيه، ولكن كانت الأمور ما هيش مضبوطة. بحيث مثلا درك الآن القضية انت الإضراب، لو تروح انت للدستور تلقى كاين لبس، ما كانش امور يعني مدققه، يعني هكا تلقى كاين لبس. هل ترى هو الاضراب للحزب ولا للنقابه؟ هل ترى هو حق المواطن نتاع حق المواطن حزب؟ ايضا يستغلك هو هذه المساله هذه، يقول لك انا عندي حق باش ندير الاضراب. وكاينه درك القضيه نتاع الاضراب، هو في تلك المرحله في الحزب نتاع الجبهة الإسلامية بعثوا للمكاتب الولائية وللمكاتب البلدية يناقشوا هذه المسألة، هل ترى هو أننا نقدم على الإضراب ولا لا؟
حدث نقاش داخل الحزب نتاع الجبهه الاسلاميه. وحتى باش نذكر الاضراب ما كانش الفكره نتاع الجبهه الاسلاميه، كانوا احزاب اخرى في تلك المرحله داروا حبوا باش يديروا اضراب فيما بعد انسحبوا. الفكره نتاع الاضراب ما هيش الفكره نتاع الجبهه الاسلاميه، الجبهه الاسلاميه راحت للاضراب. درك علاش راحوا هما للاضراب؟ لانهم في تلك المرحله كانت الحكومه نتاعهم روش، هو انه داروا التقسيم نتاع الدور الانتخابيه، وعلى اثر الاضراب هذاك اجلت الانتخابات التشريعيه. المهم الهدف نتاع الاضراب في تلك المرحله هو المراجعه نتاع القوانين هذيك. ولكن عيسى من فضلك الميكروفون، الله يبارك فيك الاخ عيسى، طفي الميكروفون يا صاحبي. اخ عيسى، الاخ عيسى باش ما يحدثش التشويش على الحوار من فضلك الميكروفون، ما نقدرش نخرجكم والله، غير جيني عيب باش نخرج واحد. اخ عيسى، المهم انا مضطر على جال باش نخرجك، ومن بعد عاود دخل الاخ عيسى لانه يحدث تشويش بهذه الطريقه على الحوار. المهم الاضراب الهدف نتاعو هو كان المراجعه نتاع القوانين نتاع الانتخابات. بطبيعه الحال درك المساله نتاع الوعي، ما يعني رانا عشنا احنا تلك المرحله، يعني الاغلبيه، انا ما نقولش من انه الانصار تاع الجبهه الاسلاميه يعني مخلطين، كاين الناس اللي هما كان عندهم وعي كبير وكانت عندهم ثقافه سياسيه وناس جامعيين وناس متكونين وناس عندهم درايه، خاصه من الناس اللي كانوا في جبهه التحرير الوطني وكانوا متكونين وكانوا مناضلين في جبهه التحرير الوطني. ولكن كانوا ناس هذيك هي التجربه نتاعهم الاولى بطبيعه الحال ما عندهمش هما هذه الثقافه السياسيه. والاضراب الحزبي كان في تلك المرحله كان موش يعني شايع، كانت يعني جمع الانفتاح حاجه، وحتى النوعيه نتاع التجمعات اللي كانت تجرى ثم والمشاركه نتاع المواطنين والمواطنات، بحيث هو انه كانت الناس تخرج في الماكله وتخرج في الشراب وكانت تضيف في الناس، واحد يجي من بعيد يسلكوا له البنزين نتاعه ويبيتوه ويزيدوا يعطوا له المصروف. والله يعني كانت بعض المعاملات كانت مش موجوده خلاص، في ما كانتش شائعه. يعني لما جات الجبهه الاسلاميه في تلك المرحله يعني ممارسات جديده، طبائع جديده جات في المجتمع، وهذا بت من خلال العمل الجماعي هذاك والتكاثف نتاع الجميع، بحيث انك انت تلقى انت يرحم باباك انت مسيره نتاع فيها 30,000 ولا 40,000 ولا، والناس كامل تاكل والناس تاكل تشرب، لا تنظيم مسبق ولا هم يحزنون، الشعب يوكل في بعضه، الشعب ينظم في بعضه. يعني كانت اشياء حدثت. ولكن اللي الشيء المؤسف له هو انه كنا نسمعوا في تلك المرحله من انه راهم بعض الجنرالات هذو نتاع فرنسا نسمعوا، ولكن كلام عام، يعني كلام ما كانتش يعني ثقافه عامه كيف ما راها الان، بحيث هو انه تعراوا يعني من خلال الحوارات ومن خلال النقاشات ومن خلال الشهادات ومن خلال الوعي هذا اللي راهو ينتشر شيئا فشيئا في تلك المرحله. نسمعوا تسمع هكذا كلام على نزار، تسمع كلام على قال قنيزيه، والله هذا عباس غزيل، والله العربي بالخير، والله الجنرال توفيق، والله تسمع، ولكن ما كانتش هذيك الثقافه عامه، يعني كانت كلام نتاع وذن من هذا يمد لهذا، ولكن ما كانتش يعني اشياء هكذا قال مثلا وثائق والله شهادات والله، هذه الامور راه توضحت فيما بعد، بدات تبان. المهم في تلك المرحله الاضراب هو كانوا ناس رافضين، هو انا يعني نتحدث على نفسي في المرحله هذيك، ونقدر حتى نسمي الاسماء. لما حدث نقاش حول الاضراب انا شخصيا سمعت باذني بعض الاشخاص اللي قالوا يا ودي احنا من راينا هو انه ما تروحش للاضراب، الاضراب هذا راهو يديكم للتهلكه. وفي تلك المرحله هذ الناس اللي قالوا هما باللي الاضراب هذا راهو يديكم للتهلكه
عادوهم الناس، هذه نقولها بالصوت وبالصورة، ونقدر حتى نسمي الأسماء. نحكيك في المنطقة نتاعنا احنا، عادوهم الناس، هم يشو، تم إقصاؤهم، تم إبعادهم، واعتبروا من أنهم نتوع مخابرات. والأحداث بينت من أنه كانت عندهم النظرة بعيدة، لأنه هما كانوا في تلك المرحلة كانوا يشوفوا من أنه هذا الإضراب هو راه رايح يمهد الطريق للمواجهة. لأنك أنت لما تخرج للشارع واش تحوس؟ تخرج للشارع درك علاش قلت أنا طرحت السؤال أنا على الإضراب المفتوح؟ درك لما تدير إضراب، قال مثلا إضراب لمدة يومين أو 24 ساعة، ربما تقدر أنت تضغط من خلاله وتهدد، قال مثلا ندير إضراب أنا لمدة يوم، وفي حالة عدم الاستجابة راني الأسبوع القادم ندير أنا 48 ساعة. شغل أنت تبدأ تصعد، لكن لما تروح مباشرة للإضراب المفتوح، إضراب المفتوح درك أنت البلاد هذه ماهيش نتاعك وحدك، راه كاين فيها العلماني وكاين فيها الإسلامي وكاين فيها الوطني وكاين فيها الديمقراطي وكاين فيها كل التيارات موجودة. انت من حقك على جل باش انت تدفع الى مراجعة القوانين انت الانتخابات، هذا حق نتاعك، واحد ما ينحيه لك، ولكن مش من حقك على جل باش تعتدي الحريات نتاع الاخرين. الطريق هذه مش تاعك، ساحة العمومية مش نتاعك، ساحة عمومية اسمها يكفي. الشي اللي حدث وشي هو، هو انه لما وقع الاضراب بدأت توقع بعض المشاكل، حتى وإن كانوا يعني الإخوة في الجبهة الإسلامية ما كانوش مقصرين، يعني كانت هناك يعني ناس اللي وكلوا ويشربوا وينظفوا وكذا، ولكن مش وحدهم، كل العمال تاع النظافة هذوك يوقع عليهم اسم شغل تعب كبير، خاصة لما يكونوا في منطقة واحدة وقع عليهم ضغط كبير، الشرطة كيف كيف يوقع عليهم ضغط كبير، والدرك يوقع عليهم ضغط كبير، والناس هذو الجنرالات هذو العربي بالخير والمجموعة نتاعو هذو كانوا يحوسوا على جل باش هما يبحثوا على هذاك الوقت المناسب باش هما يفرضوا الشروط نتاعهم. وهذاك الإضراب كان هو تمهيد، كان تمهيد على جل باش هو أعطى لهم الفرصة فيما بعد أنهم استعادوا المبادرة. لذلك أنا نقول من أنه هذه المسألة نتاع الوعي هذه إذا كان موجودة جت فيما بعد، لكن في المرحلة هذيك كانت الناس كانت عندها حماس، كانت تحوس على تغيير النظام، كانت تحوس على تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا هو المطلب تقدر تقول تاع الناس كامل، يعني أغلبية اللي كانوا موجودين في الفترة هذيك داخل الحزب نتاع الجبهة الإسلامية. ما كانش هضرة على تطبيق الشريعة الإسلامية وانتهى الأمر. وكانت أيضا في تلك المرحلة كان هناك تصعيد. صحيح هو أنه كانوا ناس كما قلت أنا عندهم مستويات ما شاء الله، ولكن في المقابل كانوا ناس متهورين، كنا نشوفوا فيهم بعينينا واحد يهز لك ميكرو في الجامعة ويبدأ يخطب، داير لك لحية ما شاء الله وعينيه بالكحل ولباس أفغاني، وهذا الكلام اللي راني نقول فيه ما ليش نجي فيه من راسي، راني قلت لك عشت هذه الأشياء. كانوا ناس كان عندهم يعني التوجه نتاع ماشين فيه، دليل في ذلك هو أنه كانت هناك شعارات تطالب بالجهاد، كان هناك استفزاز للشرطة لما تجيو عاقبين في المسيرات على مراكز نتاع الشرطة ونتاع كذا، قال شرطة إسلامية بمعنى باللي كذا إلى غير ذلك. كانت هناك يعني فيما سبق القضية نتاع الشعارات هذيك نتاع في البلديات نتاع بلدية إسلامية إلى غير ذلك من الأشياء. ومن بعد كانوا فيه ناس، أنا لما راني نتكلم في حقائق مانيش نحلل، كانت بحثت بعض الأشياء نعطي لك مثال، وهذه ذكرتها أنا كم من مرة ونزيد نعود نذكرها. في المنطقة نتاعنا في برج الغدير جالي أنا شخصيا شخص نقدر نسمي الاسم نتاعو، كان في البلدية نتاع المعاضيد تابع للمسيلة، وهو معلم نتاع قرآن ونعرفه معرفة شخصية، كان من التلاميذ نتاع الولد نتاعي ربي يرحمه، جالية بحكم
الصداقه هذيك اللي بيناتنا وبحكم القرب اللي بيناتنا جا لي اللي فلان راني حبيت ننبهك لواحد المساله وخبر الاخوه في المنطقه هذيك ها وكيفاه وكيفاه وكيفاه. قال لي باللي راهم كاين بعض الناس راهم يطبقوا في الحدود يحكموا واحد يجلدوه راهم يديروا فيه كذا وهذا راهم مازال ما لحقوش للحكم وهذه الممارسات اللي راهم يقوموا بها راها اذا مشات وراها عمت راهم يتحملوا المسؤوليه نتاعهم. وهذا الكلام قالوا لي والشخص راه مازال حي. ايضا نعرف صديق ليا من المنطقه نتاعنا نقدر نسمي حتى الاسم نتاعو كان ساكن في المسيله قال لي انا نمشي انا والزوجه نتاعي قال لي هما حبسوني في الطريق الشرطه الاسلاميه اعطينا الليفريت فامي. قال لي قلت له انا الزوجه نتاعي واش نعطيك الليفريت فامي انت يا هذا. قال لي شكون يثبت باللي راه الزوجه نتاعك. وهذا صديقي يعني مشي قالوها لي والله. اذن كانت هناك اشياء ربما الإخوة اللي راهم موجودين في العاصمة ولا ربما راهم موجودين في المكاتب الولائية ولا في أماكن واحدة أخرى ربما راه ما عندهمش هذه المعطيات، ولكن كانت أشياء تحدث في المناطق الصغيرة. كانت الناس تتصرف بالأهواء نتاعها وكانت الناس أيضا ربما تفسر في تفسير على حسب الأهواء نتاعها وحسب القراءات نتاعها. تلقى انت دوك مثلا شخص راه هو المستوى اللغوي نتاعه ولا المستوى الادبي نتاعه هو راه محدود ما يقدرش هو يروح يناقش لك. هو قال مثلا كتاب انا نتاع ابن تيميه، كتاب ابن تيميه لو كان تعطيه لواحد انسان راه متبحر في العلوم الشرعيه وراه متخرج من الجامعه الاسلاميه وراه قاري المذاهب الاربعه ولا راه راح يستنبط لك بعض الاشياء او ربما راه راح يرد لك على بعض المسائل. لكن لما تروح انت تعطيه لواحد راه المستوى نتاعه محدود والعلم الشرعي نتاعو راهو محدود واللغه نتاعو محدوده راه رايح فيما بعد هو يفسروا لك. قال فاذا لقيتموه فضرب الرقاب يروح لك هو طول مباشره يلا يهز الشاقور ويلا ويعطيه للرقبه. فهمت؟ لانه المستوى نتاعو راهو حابس راهو محدود راه هو يفسروا حسب الهوى نتاعو حسب الفهم نتاعو حسب المستوى نتاع الاستيعاب نتاعو. لذلك هذه المسائل هذه كانت مع الأسف الشديد كانت موجودة. كانت بعض وهذه ما نقولش أنا باللي راه عامة، ما نقولش باللي راه عامة، ما كانتش عامة. احنا في المنطقة نتاعنا مثلا في برج الغدير نعرف أنا ناس نعرفهم بالأسماء وبالألقاب نتاعهم، ناس جامعيين، ناس متكونين، وناس كانوا متدينين وملتزمين قبل ما تظهر الجبهة الإسلامية، ونفس التوجه اللي كانوا فيه ما زالوا فيه الآن. رانا في 2016 ما زال في نفس التوجه، ناس محافظين، ناس أتقياء، ناس وارعين، ناس ولاد فاميلا، منهم اللي ابن شهيد ومنهم اللي ابن مجاهد ومنهم اللي باباه شيخ من الشيوخ ومنهم الأستاذ ومنهم يعني الدكتور ومنهم الطبيب ومنهم كذا. الناس نعرفهم أنا شخصيا معرفة، ما دخلوا في حتى أفيرات كما يقولوا في البلاد، ولكن في المقابل كانوا ناس متنطعين كانوا هما يفتيوا بغير علم، كانوا يكفروا أيضا في الناس، كانوا يدخلوا في عداوات مع الناس على أتفه الأمور. قال مثلا تلقى أنت واحد ما على باليش أنا يعادي بنت عمو لأنها ما صفحتش عليه ولا العكس، يعني قادرة تكون هي متحجبة وقادر يكون هو ملتحي على حوايج تافهة قطعت الأرحام. وهذا الواش راجع لأنه الإنسان ما عندوش يعني ما يعرفش هو هذا الفقه نتاع الأولويات، ما يعرفش هذه المسائل الشرعية وما عندوش علم شرعي كبير، يروح هو على حاجة ربما يدمر عائلة في هذه المسألة هذه نتاع قال المصافحة. وهلم جرا انا هاني فقط يعني كيما نقولوا اعطيت بعض النماذج اللي ماهيش عامه، ولكن راه نفس النماذج هذه راها موجوده في كل الولايات. قادرين ربما راهم كاين اخوه راهم يسمعوا فينا ويجيو هل ترى ياكدوا الكلام تاعي او ينفيوه، وايضا انتم راكم معايا على المباشر قادرين انتم تنفيوا الكلام تاعي هذا ولا
تأكدوه. المهم فيما يتعلق بالإضراب هذا نتاع مايو وجوان نتاع سنة 1991، أنا في بالي من خلال تسمى هذا الشيء اللي عشناه نشوف باللي الإضراب هذا يعني الآن بالرؤية نتاع 2016 باللي باللي كان هو فرصة اللي أعطى يعني أعطى الفرصة لهذا الناس، كان يعني هو باب والله كان نافذة اللي أعطى هو فرصة لهذا الجنرالات هذا الدمويين هذو اللي هما روعوا الشعب ودخلوه في متاهات لا يعلمها إلا الله. دركا قضية القيادة نتاع الجبهة الإسلامية في تلك المرحلة، هل ترى هي كانت واعية بهذا المخاطر؟ يبقى السؤال المطروح، المفترض هو أنه يجيبون عليه، ما راهم مازالهم حيين، المفترض هو أنه يجيبوا عليه. درك الآن أيضا السؤال يطرح نفسه، علاش السلطة آنذاك سمحت للجبهة الإسلامية بالإضراب؟ لأنه الآن رانا قرينا بعض الشهادات وأيضا سمعنا لبعض الشهادات وين أنه كانت هناك اتصالات بين القيادة نتاع الجبهة الإسلامية والحكومة آنذاك ممثلة في حمروش. علاش هما أعطوا الإذن والله سمحوا آنذاك للإضراب هذا نتاع الجبهة الإسلامية وفيما بعد استعملوا القوة وهزوا القيادة نتاع الجبهة الإسلامية؟ تفضل الأخ نبيل. شوف في التمرينات أنا أهضر لك على ولاية وهران بحكم أننا نسكن في ولاية وهران، وكنا وحنا صغار في التمرينات كانت هناك ما يسمى الصحوة الإسلامية، كانت في المساجد، كل مسجد على كل ما استدر فيه كل مسجد هنا جبر هناك مجموعة كانوا يكونوا في الناس الصغار كانوا يدرسوا فيهم كانوا وكانت هناك تانيك على مستوى الجامعات تانيك كانت هناك استدر تطور للجامعات الإسلامية اللي حاجة اللي كنا نشوفوها اللي كنا نسمعوها كنا نسمعوا على الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين اللي كانت في المتمركزة في الجامعات أكثر، ولا كنا نسمعوا جماعة التبليغ هادو اللي كانوا في المساجد أكثريتهم صحيح. واللي كانوا يسموا نفسهم بجماعة الخروج اللي تعقلوا عليها جماعة دعوة التبليغ جماعة التبليغ دعوة التبليغ، وكانوا يخرجوا من ولاية إلى الولاية ويكونوا اتصالات فيما بيناتهم. هذا كان الاستدر استمطوا الاستدر العمل اللي كانوا يديروا فيه من اللي كانوا يشوفوه في الجهاد في افغانستان كما ذكرت انت وكما في افغانستان سيرتو والكلام تاعهم كان كل شيء عن الجهاد والدوله الاسلاميه. كنت كما قلت واحد ما عنده مان باسي بي يكتب كتاب وينوض مور صلاة الظهر ويقعد يملي على الناس بأخطاء إملائية تا يقولها تو وتو يقولها تي وجر إلى ما إلى ذلك. دونك كنا نشوفوا زوج فرقات ناس كانت متكونة شوية على 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 مستوى هما إسلاميين كذلك وهم في الجامعة وكانوا محسوبين على الإخوان المسلمين، وفرقة واحدة أخرى اللي كانت شوية ماشي نقولوا استدر المستوى الدراسي تاعها اقل واللي كانت تستنبط الشعبيه تاعها من الناس كما نقولوا من الاحياء الشعبيه اللي ما كانش عندهم تكوين، وسيرتو اللي كنا نشوفوهم اللي كان بكري خارج الطريق باغ اكزومبل وكان تاع لي زاغريسيون تاع هذا وتاع شراب وتاع كان يدخل ديريكتومون يولي كما نقولوا هو يصلي ويتوب ومننا ديريكت يربي الحياة ويقعد يدير في الدروس. دونك من بعد جات 88 النقطة اللي نأكد عليها 88 كانت شعبية ناقل كانت سي لو 5 اكتوبر يوم الثلاثاء بالعاصمة بدات
وهنا كنت يومها كنت في الترميضال ناقل بدات، كانوا يجيونا من العاصمه وانا كنت في وار، كانوا يجيونا اتصال استاذ دي كود تليفون كما نقولوا نوضوا تنتوما، بس كود دامت 3 ايام، 3 ل 4 الخميس غير في العاصمه، ما كان حتى الولايه ناضت. الولايه الزوجه اللي ناضت كانت الولايه تاع وهران وناضت باليوم يوم الجمعه، والجمعه وناضت في باش نقول لكم في حي في سوق شعبي، وفي هذاك السوق الشعبي كان في حي شعبي، دونك ما كان لا اسلاميين لا. واللي قال الزميل عيسى كانت تاع بالكوري توسا، هذيك حصلت في نهار الجمعه في بعد صلاه الجمعه، واللي كان فيها واقيلا حاضر السيد علي الشيخ علي بالحاج، واللي خرجوا في مظاهره، والله الحيثيات تاعها كانت ما نش عارف راحت للذاكره تاعها، واللي صرات فيها اطلاق الرصاص لاول مره. وحنا هنا في وهران صرا اطلاق الرصاص، ما كانتش غير محدوده سبيسيالمون بور الاسلاميين، مام هنا الصرا، حنا عندنا صرا في وهران اطلاق الرصاص يوم السبت، بدا يصرا اطلاق الرصاص على الشعب كلها متظاهرين يوم السبت، وفيها حتى واحد من العائله تاعي اللي كان نقول استشهد في هذاك النهار، طلقوا عليه رصاص ومات. كانت ستيون بانيك، طلقوا، كانت خرج الجيش يوم السبت، خرج الجيش الصباح ناقل، خرج الجيش الصباح بلي شاري توسا، وتمركزوا في اهم الاحياء ولي روبوان، وكي بدا استاذ الشعب بدا تاني كي استاذ بدا يكون ويعاود باش يدير عاود مظاهره يوم السبت، بحكم انه نهار الجمعه كان هرس كل شيء وكل شيء تهرس، وخلى الدوله خلات كل شيء يتهرس، اي حتى تدخل. شوف باش نقول لكم، كانت التهرس وكل شيء بدات من الساعه 10:30 حتى 8 تاع الليل، والشعب يهرس بلا تدخل ولا واحد، حتى الشرطه ما دخلت روحها حتى 8 ولا 8:30 حدا خرجوا الشرطه تاع محرره الشغب. شوف شحال لا لا لا، دونك كانت هناك استدر كشغل الامر مبيت، استدر خليهم يهرسوا. دونك شكون اللي هرسوا هذو؟ الشرطه الدوله كانت عارفه اذا ماذا سيؤول اليه هذاك الوضع. الاخ نبيل، انت راك تحكي على احداث اكتوبر ولا راك تحكي على احداث تاع جوان؟ لا، احداث اكتوبر 88. يا ودي احنا رانا نحكيو على احداث جوان، على بالك باللي الناس اللي راهم يسمعوا فينا دوك راهم يفهموك باللي انت راك تحكي على احداث جوان. درت نقطة، غادي ندير نقطة، استدير نقطة اللي حكى عليها عيسى، اللي قال لك خرجوا الإسلاميين من ساحة بالكور. قلت لها أنا كانت انتفاضة شعبية مش إسلامية. من بعد تكونت ما يسمى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكانوا دخلوا فيها كاع التيارات، بغاو يدخلوا فيها كاع التيارات. والتيار تاع اللي علي تاع محفوظ نحناح ما بغاش يدخل فيها الاخ الحزب وحده. اخ نبيل الله يبارك فيك، على بالك لو كان تكون كل مداخلات هكذاك نتاعنا احنا نمشيو قدام خطوه للامام وانت تعاود ترجعنا للور، ما نقدروش نضبطوا البرنامج هكذاك. انا طرحت لك اسئله حول السلطه، قلت لك علاش السلطه في تلك المرحله هي سمحت بالاضراب نتاع الجبهه الاسلاميه، وعلاش فيما بعد هي فكت هذاك الاعتصام؟ يعني أسئلة مرتبطين بعضهم لأنهم هما تقدر تقول تناقضات. تما من جهة سمحت بالإضراب، من جهة سمحت بالإضراب، لما أنت تسمح للإضراب، لما أنت تحكي مثلا مع قيادة، أنت دوك راك في السلطة، راك رئيس حكومة، قال مثلا قيادة أنت حزب راها هي درت الإضراب، أنت تحكي معاهم، قال ودي احنا من الجنب نتاعنا احنا نقدروا نضمن لكم الامن، وبالتالي ديروا الاضراب على ارواحكم، من مادام راكم انتم ماكمش تكسروا ماكمش ديروا كذا، ديروا الاضراب الله يسهل عليكم. لكن فيما بعد انت لما تعطي انت بالك دوك تعاود
تسمع الشريط ولا المداخله تاعي الاولى حكيت في هذا الجانب، بالك ما سمعتنيش ولا ما فهمتنيش، انا قلت لك كما قلت انت وعاودتها، كان يا الاخ نبيل، اخ نبيل، اخ نبيل، كان نقص نظر من جانب قيادات تاع الجبهه الاسلاميه انقاذ، وكانت السلطه عارفه وكانت تستدرجهم للطريق اللي حيث هي اللي راها باغيته، وقلتها لك في المداخله الاولى. بس هذوك راك عاود رجعتنا لاكتوبر، عاود رجعت للور دوك نتا، هذا وجهه الرول باش نصحح بعض النقاط. شوف الاخ اخ نبيل، اخ نبيل وكل الاخوه، شوف دوك في الحوار هذه كاينه منهجيه، درك على بالك باللي راك تحكي مع اجيال اللي راهم درك هما يمشيو بالمنطق هذا نتاع الحساب. تا دوك لما نحكيو حنا كي نجيو حنا في 88 من بعد نروحو 90 من بعد 91 من بعد 94 من بعد 95 من بعد كذا من بعد كذا، تمشي شغل كاينه استمراريه وكاينه منهجيه في الحوار. لما انت تبدا ب 88 من بعد تصوتي ل 2016 وتعاود تعدل ل 90 ومن بعد تولي، اللي راهو يسمع فيك ما يفهمش هذيك الوجهه نتاع النظر نتا اللي راك حاب توصيها. دوك معليش هو انه مرات الانسان هو انه قال مثلا يعطي مثال، انت راك تعطي قال مثلا ارغيومون والله وتستعمل مثال قال مثلا صرات حاجه، لكن درك انا راني نحكي على الاحداث نتاع جوان وانت ولي تحكي لي على الاحداث نتاع اكتوبر. الاحداث نتاع اكتوبر رانا فتناها، دوك حنا رانا في محور واحد اخر، رانا نحكيو على السلطه. دوك رانا حكينا على الاضراب نتاع جوان، علاش هما داروا الاضراب تاع جوان، رانا في 91 علاش داروهم الاضراب تاع جوان، واش هي الاهداف نتاعو. حكينا على القضيه نتاع الوعي نتاع المناصرين نتاع الجبهه الاسلاميه انذاك، كيفاش كان المستوى نتاع الوعي نتاعهم ولا المستوى نتاع الاستيعاب نتاعهم، عطينا بعض الامثله. درك رانا حبينا نطرحوا سؤال منطقي ومنهجي، علاش من جهه هذا السلطه ممثله في الشاذلي وممثله في الحكومه نتاع حمروش هما سمحوا بتكوين نتاع الحزب لانه راهو معتمد بالقانون، وسمحوا على جال باش هما يديروا اضراب، وفي نفس الوقت استعملت القوه هو بحيث هو انه دخلوا عليهم بالدبابات وبالاشاره. علاش كاين تناقض؟ لماذا؟ يا هل ترى يا هل نعم سي نور الدين، انا باش صوت هذا الصوت هذا سموه الاحداث باش نوصل انه هو استدرج تم نعم قاد هو حزب كان فيه تناقضات من الداخل، كانه اللي ما كانش كاين اللي كان راضي على الداخلات مثل مفتوحه ويديروا هذوك الاعتصامات، والكسموه راهم الشهادات راهم كاينين. استدرج منهم ان الشيخ زحنون ما كانش راضي باش يدير هذوك الاعتصامات، وعلي بن الحاج كان هو ينادي بالاعتصامات، وسعيد الشيخ سعيد كان تانيك ما هوش راضي بالاعتصامات، وكان المرجعيه هو الشيخ زحنون، وان علي بن الحاج راح كونتر استدرج المراد تاع الشيخ زحنون. الشيخ سعيد اللي تحكي عليه، الشيخ سعيد انت اللي تحكي عليه، تحكي على سعيد مخلوفي، تحكي على سعيد مخلوفي ولا كنا نعيطوا له كنا نعيطوا له الشيخ سعيد، ما نعرفش الاسم الثاني تاعه اللي خدمت القتلات الجايه في الجبل، سعيد مخلوفي فوالا. نعم دونك في الصدر كان هناك تناقض كبير، والسلطة كانت عارفة باللي هناك تناقض كبير في الجبهة الإسلامية المنقاد. بصح اللي ما كانت اللي كانت تستنى فيها بالك السلطة هو أن استدر الجانب ولا الجانب التكفيري ولا الجانب اللي كان استدر في الجبهه الاسلاميه اللي انقاد، الجانب اللي كان تاع ديرونك جماعه تاع علي بن الحاج ما كانوش دايرين باللي اسكو هو يفرض رايه بحكم انه تاني كان استدر صغير في السن
وكان هناك شيوخ فوقه. ما كانش غير باللي ان الشعب ولا استاذ المناصرين تاع الجبهه الاسلاميه قاضي حازوا استاذ في الخاضة تاع علي بالحاج، والدعوه اللي كانوا يدعوا لها الجهاد والدوله الاسلاميه ولا لا دستور لا قانون والى ما ذلك. دونك احنا كما قلت ما كناش نسمعوا بهذا، انا واحد من الناس ولا ما كناش نسمعوا حنا خالد نصار يعني نيكزيستي با على ليبوك. سيك اللي كنا نسمعوه هو عطيلية الملقب بالمعقم، وهو اللي دار لو كارناج تاع 5 اكتوبر تحت القياده تاعه، باش ما تقوليش وليت 5 اكتوبر غير باش نعطي سي كان سي عطيلية اي دوتر اللي كانوا مختفين. بصح انا ظن باللي العسكريين اللي نعرفوهم دمويين جاو ابري الاعتصامات، جاو ابري الاعتصامات تاع 91 وجاو ابري الانقلاب تاع 91. نعم شكرا الاخ نبيل. للاسف الشديد خونا بالقاسم زاد عاود انقطع عليه الخط. أخ عبد القاسم، بالقاسم شغل الميكروفون. أخ بالقاسم. نعم. أخ بالقاسم نفس السؤال. والله شوف يا سي نور الدين في هذه النقطة أرجو أن تفسح لي شوية، أنا باغي نحوصل هذه الحوارات، لكن كاينة نقطة مهمة أنا ما اكتشفتها لا عند السياسيين لا في تصريحات لا في مذكرات لا في خارجات لا غايبة نهائية. نعم. هذه النقطة غادي ندخل بواحد النقطة منهجية ومن بعد غادي نجي لهذه النقطة. نعم. بداية أيها الأخوة، دائما كي تناقشوا الماضي والتاريخ تحاول تتجرد منه. نعم صحيح. ألو ألو. أبزات دايرة بك ما غاديش تتناقش الموضوع بموضوعية تامة، غادي تدخل الموضوع مثل البسبيك. لابد تخلي كما قال الدكتور محمد عارج الجابري رحمه الله، تخلي مسافه بينك وبين الموضوع، تنظر له من بعيد كانك لست جزءا منه، حتى تناقش بموضوعي. من هذه النقطه اقول ان الجزء كانت على مود وعلى قدر من الله جل وعلا مع هذه المشاكل الغائبه. في وهذا السؤال مهم جدا، يعني يبدو ان تبحث على نقطه مصريه في قضيه اغراق جوار 1990. اعتقد ان الجنرالات اذا ليسوا بوش صح مجرمون، بعضهم دمويون فرنكوليون اسرائيليون، لكن ايضا ليسوا بوش كاملين. وان الجبهه الاسلاميه ان قد لم يكن كل من فيها ملائكه، لو كانت على الحق المبين لنصرها الله رب العالمين. هذه قاعده في التاريخ. صحيح أن الله يبتلي عباده، وقد ذكر أهل نجران الذين ماتوا في الأحدود وامتدحهم ورغم أنهم أبادهم ذو نواس اليهودي الذي أتى من صنعاء، يعني ماتوا حتى الذين ماتوا ربما يكون لهم مقام عند الله عز وجل. بعضهم الصادقين طبعا الله يفصل هذه الأشياء يوم القيامة وهو عليم بكل شيء. النقطة المهمة يبدو لي أن في إضراب جوان 1990 ثم لو تذكرون توقفت تقريبا حرب أفغانستان. حرب أفغانستان منسية في علاقتها بالجزائر. أنا نقول لو لم تكن الجهاد الأفغاني في أفغانستان وبقية الجبهة الإسلامية بتخبطها وبربما حتى عدم قدرتها على إدارة السياسة في ذلك الوقت، هي من جهة والجنرالات من جهة أخرى، كانت الجزائر تخرج بأقل الأضرار. الذي أفسد اللعبة نهائيا في الجزائر هم المتطرفون الأفغان، ونسميهم بكل صراحة تكفيريون من الخوارج، وأنا أعرف كثير منهم، وخاصة التيار اللي خرج ما بين الإخوان وما بين القطبيين، وهذا التيار يعني الحاكمية وجاهلية القرن العشرين، وهذا التيار هو التيار الخطير والخطير جدا، وكان أكثر خوفا ولؤما، ونعرف قيادات تبعه وماذا فعلوا. يبدو لي والله أعلم أن الجنرالات أيضا اكتشفوا أشياء نحن لا نعرفها، جبهة إسلامية دولة إسلامية وفيهم مظاهرات، لكن في السر المخابرات ماذا كانت ترفع لها التقارير؟ ماذا كان يوجد
كانت يعني الذي تكلمت عنه الأخ نور الدين، أن الذين أقاموا الحدود في برج غدير في ولاية بعيدة، ماذا كان يفعل أشباههم في العاصمة وكانت المخابرات على علمهم، ولذلك استشعرت الخطر. إذا الجبهة الإسلامية اللي قدمتكم كتلة واحدة لم تكن تيارا فكريا منسجما، مجموعة خليطة من تيارات عاطفية كلها تريد دولة إسلامية، لكن كل واحد فيه عنده دولة في رأسه. فالجنرالات اكتشفوا كانت عندهم تقارير معلومات كذا كذا كذا. إذا الخطأ متبادل من هنا ومن هناك. الجبهة الإسلامية الإنقاذ راهنت على قوتها وزخمها الشعبي واحتلال الشارع، وكان يعني من الأولى كما قلت الأخ نور الدين، وأنا أتبان لي الآن هذا يبان لي هو الأصح، يعني كان على الأقل يكون إضراب جزئي ماشي عطل كل مسار البلاد، يعني راح تدفع نعو الهوية، يبقى الحوار يبقى النقاش على كل حال. هذا الأسلوب الحضاري، هذه تجربة نناقشها هكذا يبدو لي والله أعلم. ولماذا؟ لأنني سمعت في إحدى الفيديوهات التي طلعتها نور الدين، هناك شهادة أظن للعيادة يقول أن حتى الأرقام في الإضراب وبعض الإضراب وقعت أعمال وكذا، إضافة إلى قضية واد سوف إلى قضية عمار، كانت هناك ناس استغلت هذا الوضع. الدولة أبدا إذا نحمل السلاح، هل الدولة أرادتهم أن يحملوا السلاح وكان في خالدين خطر أفغانستان التي توقفت ولا بد أن يغير أولئك الجبهة وينتقلون إلى جبهة جديدة وهي الجزائر الخصبة بالنسبة لهم، يعني ينشئون فيها ما يريدون، وكانوا يفكرون هكذا كلهم بأفغانستان. يعني كأنما الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمخابرات الاثنان تواطأ على الجزائر ومنح لهؤلاء المتطرفين الفرصة ليذبحوا الشعب الجزائري. أنا يبدو لي هكذا، لو قامت الجبهة الإسلامية إنقاذ وحدها في الجزائر هنا فقط بمسلحيها وبسياسيها، كان يمكن على الأقل لا تصل الخسائر إلى هذا الكم الهائل المدمر. يعني لولا رحمة الله لكانت الجزائر في خبر كامل. ما يبدو لي هذه النقطة مهمة ومفصلية وينبغي النقاش عليها. وتفضل سي نور الدين، ما نشدكش. الله يبارك فيك الأخ بالقاسم، الميكروفون فقط. المهم أخ بالقاسم، فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الأفغان، أنا شخصيا أشرت لها في الكتاب نتاع المصالح الجزائرية، راها منشورة في الكتاب نتاع المصالح الجزائرية هذه النقطة نتاع الأفغان، وكون هو أنني شاهد على هذه المسألة، يعني ما حكيتهاش من راسي. كاين بعض من الناس ربما أنا نقول باللي تكون عندها غايبة عندهم المعطيات، أو ربما يعني تكون ربما تحليلات تاعهم مغرضة. حتى هو قضية هذو نتاع الأفغان فيهم اللي راه درك، هو دوكا كاين بعض الأشياء اللي أنا قلت لك شاهد عليها شي قالوا لي، وكاين بعض الأشياء بانت من خلال الشهادات. يعني مثلا نتاع واسمه سمراوي في الكتاب نتاعو هذاك اللي داروا، اعطى بعض المعلومات نتا هذيك تخليك تتاكد من بعض الاشياء. درك الكتاب نتاعو والمعلومات اللي جا بها هو ما نقولوش باللي راها 100% دقيقه، ولكن فيها جزء كبير من الحقيقه، كون هو انه راهو كان يشتغل في هذا الجهاز تاع المخابرات، عطالك عرالك بعض الاشياء في المساله هذه. مثلا نتاع الافغان هذه، أنا شخصيا هذه المسألة جرات قدام عيني قبل الانتخابات التشريعية، شفتهم بعيني. كنا في زيامة منصورية في مخيم صيفي، وفي الوقت هذاك أنا كنت في الخيمة، طلبوا مني على جال باش ما نخرجش أنا من الخيمة. من بعد أنا حبيت باش نروح أنا نرتاح شوية هكذا، قلت أنا نخرج من الخيمة. خرجت انا من الخيمه في الواد، مشيت هكذا واحد تقدر تقول واحد 200 متر حتى نشوف الناس انا بلي كومباي يدربوا. شفتهم بعيني ماشي قالوا لي والله، بلي كومباي يدربوا بالكومبا الخضراء هذيك. ومن بعد انا كي رجعت انا يعني هكذا، ما نحبش واحد يستعملني من اللي خلقت. لما نحس بواحد بلي موش صافي معايا ما نقدرش نقعد معاه. كاين واحد الاخ هكذا نعرفه هكذا، كنت نثيق فيه هكذا يعني والله، سالته قال لي يا فك عليك الموضوع احكي فيه حاجه واحده اخرى. قلت له لا 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 لا، قلت له لازمك تفهمني في هذه المساله هذه. المهم حتى العشيه المغرب هكذا، كانت الشمس رايحه تغيب، جو بلي كومبا عيني عينك.
ومن بعد انا كنت ثم قدمهم لي، قال لي فلان وفلان هذو راه مجمع نتاع بويا علي، هذه شفتها بعيني قبل ما تصرى الانتخابات الشرعيه. كاين بعض من الناس لانه يقول لك باللي انا لما نقول في هذا الكلام هذا لا يعني باللي انه الحزب نتاع الجبهه الاسلاميه كانوا كل هكذا، لا، هذو كانوا ناس درك يا اما انه راهم كانوا يخدموا مع الجهاز تاع المخابرات، بالتالي هما راهم بعثوهم هما للجبال كانوا يوجدوا فيهم على جال باش هما لما تطرطق الاحداث يكونوا هما راهم ديجا موجدين رواحهم ثما وعندهم القائد وعندهم الكذا وعندهم كذا باش هما فيما بعد يتحكموا فيهم، واما انه هاد الناس كانوا يعملوا في اطار مستقل وكانوا مستعملين الغطاء هذا نتاع الحزب نتاع الجبهه الاسلاميه. وفي كلتا الحالتين الاغلبيه نتاع الناس ما كانش على بالها بهذا الامر هذا، حتى داخل الانصار هذو نتاع الجبهه الاسلاميه والله ناكد لك نحلف لك على المصحف باللي الاغلبيه ما كانوش على بالهم بالمساله هذه في القضيه نتاع الافغان هذه. اذا كاين فيه ناس ربما راهم هما مقتنعين مشاو راحوا لافغانستان ومن بعد جاوا رجعوا هما على جال باش يقيمون الدوله الاسلاميه كانوا يعتبروا باللي الحكم كافر وكذا وكذا وكذا، واما انه ناس كانوا مكلفين بمهمه من طرف نتاع الاجهزه نتاع المخابرات وكانوا يخدموا هما يهيئوا في الارضيه لجماعه العربي بالخير والتوفيق ولا كليك. درك المساله هذه نتاع الحكومه انا في رايي من خلال الشهادات ومن خلال يعني التجربه اللي الان رانا اكتسبناها، حمروش ما كانتش عنده القدرة الكافية على جال باش يتعدل الحدود نتاعو، كان يمشي وكلهم كانوا يمشيو تحت الأوامر تاع العسكر، عنده حدود حمراء ما يقدرش يتجاوزها كلهم كل رؤساء الحكومات كل وزراء كل المديرين، وبالتالي حمروش ربما راهو تناقش معاهم ويحكي معاهم، ولكن لما وصلت الواحد المستوى رمى المنشفة، خاصة هو أنه كانت الشعارات في تلك المرحلة كانت تنادي بذهب حمروش، هذه راها موجودة، راها تصريحات نتاع الشيخ عباسي مدني في التلفازة وين أنه مسمار جحا لازم يروح الشاذلي ويروح حمروش، بالتالي درك ما تقوليش أنت من بعد علاش انسحب، أنت تطالب بذهابه تحمل مسؤوليتك، هذه هي في هذه المسألة هذه. أخ عيسى من فرنسا فيما يتعلق بالنقطة هذيك شما ربما تزيد ضيف لنا بعض المسائل. نعم نورتين كما تفضل الإخوة. إذا كنت تحدثنا على تأسيس الجبهة الإسلامية نورتين كتأسيس في بداية تأسيسها نقدر نقول عليها هي خليط غير متجانس يا نورتين، لأن كان هناك أطراف فاعلة في الساحة السياسية خاصة بالشيوخ الموجودين في الساحة هي تكون من جناح من الأجنحة. الجبهة الإسلامية نفسها فيها أجنحة متعددة، فيها جناح علي بن الحاج اللي وكما نعرف أن علي بن الحاج سجن 83-87 لأنه أيد الحركة الجهادية تاع بويا علي هذاك الكوماندو اللي كان في الجيش أو وكان جناح الجزائر والتعريب اللي تزعموا رحمه الله حشاني، وكان جماعة الهجرة والتكفير وهذا من أكثر خطورة اللي تحدث عليه من أخ من قبلي. هذا من الهجرة والتكفير هم جاءوا من أفغانستان وكان المركز تاعهم مسجد السنة في باب الواد 89 قبل الانتخابات وقبل ما تكون الأمور، كان هذا أسامير جبرين هذا مولود في 58 في حسين داي، كان هو أول أمير أفغاني اللي تخلى من أفغانستان من الأمراء المتطرفين، وقع هجوم في 90 اللي كنت تحدث على جيج المنجم تاع جيج اللي تشفى عليه منجم سرقوا المتفجرات الى اخره في 90 هذه، وقع هجوم في زيرالدا كذلك في واحد المنجم وسرقوا امور كثيره متفجرات، وهنا تشكلت اول جماعه تشكلت في 90 موش في 91 الجماعه اللي تشكلت الاولى كان فيها عريبي مراد واسامير احمد حطاب عبد القادر مولود بشير والباي غرابه وصديقي نور الدين. يعني المشكل في الجبهه الاسلاميه انها ما كانتش متجانسه ما كانتش على راي واحد. إذا الجناح نقدر نقول الجناح المتطرف للجبهة الإسلامية هو اللي انتصر على باقي الأجنحة المعتدلة بما فيهم عباس مدني بما فيهم اللي كانوا معاه في المجلس الوطني تاعهم، واللي هذا مشاو في الإضراب هنا ومن بعد نرجعوا للنظام. النظام خدم بهم يا نوطي، أقولها صراحة هو خدم بجماعة تلفيز خدم بهم في 88 وخدم بهم في 91 باه يوصل اللي وصلنا ليه. درك هما كانوا على بالهم هذاك الله اعلم على باليش انا، ولكن كي تتبعوا تسلسل الاحداث
تلقى باللي النظام خدم بهم بطريقه اما مباشره او غير مباشره. هذه في 91 في الاضراب هذاك، لانه كما قلت انت يا كان الاضراب يكون ثلاث ايام، لانه عرق، انا كنت في العاصمه، عرق الامور، عاد الناس ما تنجمش تمشي تقضي الى اخره، ونرجع ل 88 ديما، لانه في 88 ديجا تكون لي ميليسا نور الدين ميليشيات. انا فتشوني، انا كنت بالسياره الوقت هذاك الشفاعي المطريكي الاحمر، السياره تاع جبهه التحرير، يا ربي يحمد بن القاسمي هذا راه كان من رايحين باب الزوار، السياره خليناها هربنا حربوها هنا في 88، لان السياره المطريكي الاحمر تاع الدوله. يعني في 88 ديجا بدات تكون هذه واحد بعض الميليشيات في احياء حسين داي، في بالكور، في باب الواد، احياء العاصمه، في الحراش، في واد السمار. يعني هذه اللي صار عندكم انتم في برج الغديره صراحه كانت صريحه في كل الاماكن، واللي نكونوا في حتى نكونوا في الصوره، الجبهه الاسلاميه كانت عندها 953 بلديه نور الدين. نعم. اغلب البلديات راه تتهير راه تحكم فيها. يعني معظم الامور اللي صارت ما صارتش في منطقه ولا معينه الى اخره. يعني أخ عيسى، اسمح لي برك فقط باش نوضح مساله، لانه هذه كما كان يقول الاخ بالقاسم منذ قليل، هو انه الانسان لابد هو انه يتجرد في الكلام، يعني نعم، من اجل ايصال الحقيقه للراي العام. نعم. نحكي لك انا مثلا في المنطقه نتاعنا، وقادر ربما يكون نفس الشيء في مناطق واحدة اخرى. في المنطقه نتاعنا هنا الاغلبيه، نحكي لك على الاغلبيه اللي كانوا في الجبهه الاسلاميه، ما يعرفوا لا علي بالحاج ولا عباسي مدني، ما يعرفوهمش اصلا، ربما عرفوهم بعد ما تم التأسيس نتاع الحزب هذا. الناس اللي يعرفوهم ربما معدودين على الأصابع، كانوا ربما طلبة جامعيين، كان منهم اللي كان يعرف محمد السعيد ولا يعرف بعض الشخصيات هكذا. في المنطقة نتاعنا احنا في مثلا في برج الغدير اللي هي دائرة، في تلك المرحلة كانت حوالي 30,000 نسمة، الآن راه بالك حوالي 50,000. في الفترة هذيك يعني لما جاء ظهور تاع الجبهة الإسلامية، الأغلبية ما كانوش داخلين في أحزاب، يعني دخلوا مباشرة للجبهة الإسلامية، وكانوا اللي كانوا في جبهة التحرير ودخلوا، يعني ربما أقصوا والله همشوا والله كانوا يشوفوهم بلي الحزب راه انحرف على المسار تاعو والله. والأغلبية نقدر نقول لك 99%، كاين انتهازيين، لكن نقول لك باللي 99% كان الهدف نتاعهم الاول والاخير هو ارضاء ربي والاسلام، ما كانش حاجه واحده اخرى. يعني ما كانوا مهيكلين ولا كانوا يعني يعرفوا هما هذه الصراعات اللي كانت موجوده، اللي فيما بعد صارت الثقافه هذه نتاع الجزائريه والسلفيه وجماعه الدعوه والصوفيه والطرقيه والشيعه وكذا. هذه راها الثقافه هذه ما كانتش موجوده اصلا في المرحله هذيك، كانت الناس فقط تعرف مشي رايحين نديروا الاسلام، ورايح ربي ينزل علينا الخيرات، ورايح كذا، والناس تمشي بالنيه نتاعها. تفضل الاخ عيسى. نعم نور الدين، انا ما منيش نتكلم على القياده يا نور الدين، القياده اللي كان القياده قياده الجبهه الاسلاميه، نهضرك على الخليط اللي كان في القياده، ما نهضركش على البلديات والبيت، لانه الوقت هذاك كنرجعوا كنحلوا الامور سياسيا، كنحلوا الامور سياسيا بعد 89 والدستور الجديد، كان هناك فراغ تقدر تقول فراغ سياسي. نعم. لان جبهه التحرير الوطني انسحبت من الساحه، احنا كنا في اتحاد الشباب الى اخره، ما بقاش هذاك الدور، لان كانت مقصوده جبهه التحرير الوطني في 88، لانه كان صراع بين الاصلاحيين فيهم حمر وفي الجماعه، وكان والطرف الاخر اللي ما بغاوش الاصلاحات، لانه قبل 89 كانت اقتراحات في اللجنه المركزيه. نعم. كان اقتراحات باللي تكون قائمه، لان كانت القائمه الموحده تاع جبهه التحرير في كل بلديه وفي كل مجلس ولايه الى اخره، كانوا اقترحوا باللي تكون قوائم اخرى تاع ناس احرار. هنا كان الجناح الراديكالي في جبهة التحرير الوطني رفضوها قبل، لان كل الامور مرتبطه هنا ردي. نعم. اذا انا كي تحدثت لك على الخليط اللي كان في الجبهه الاسلاميه، ماشي تحدث على الاغلبيه تاع اللي انخرطوا في الجبهه الاسلاميه، لانه من جبهه التحرير وكل الاحزاب راحوا للجبهه الاسلاميه، لانه كان فارغ وكان يشوفوا بالجبهه الاسلاميه هي المنقذ. لان الجزائر كانت الوقت ذاك في نفس الوضعيه اللي رانا فيها الان. نعم. كانش قيادة اللي يمشي في وراها إلى خريج جبهة التحرير الوطني، بدأت فيها الوقت ذاك الرشوة، بدأت فيها المحسوبية، بدأت فيها بعض الأمور، إذا الناس كلها مشات بعفوية،
لكن كانت عندهم قيادة، القيادة كانت عندهم أفكار، وكانت عندهم إيديولوجية، وكان عندهم كان ما كانوش هكذا القيادة اللي اجتمعوا أسسوا الجيش الإسلامي غير كل. نعم، وقلت لك أنا هذه هي الأشياء اللي كانت غايبة على الغالبية نتاع الناس. الغالبية نعم، هذا اللي حبيت أن ننبه له. للغالبية نتاع المناصرين نتاع الجبهة الإسلامية ما كانتش عندهم هما هذه الانتماءات، هذه نتاع السلفية العلمية والسلفية الجهادية ونتاع هذو جماعة أفغانستان وجماعة مع البليش أنا نتاع اللي كانوا في القوقاز، وما كانوش هما يعرفوا هذه المسائل. هذه كانت الناس حبا في الإسلام كانوا يخدموا من أجل حب في الإسلام، ما كانتش عندهم أشياء واحدة أخرى. هذه الأشياء راها ظهرت فيما بعد. نعم. الأخ عيسى دائما في هذه النقطة هذه، شكون هو اللي استدرج الجيش إذن التدخل؟ يا هل ترى هي القيادة نتاع الجبهة الإسلامية؟ يا هل ترى شكون اللي استدرج الجيش للتدخل في تلك المرحلة؟ لأنه لما فك الاعتصام فك بالقوة، وعلاش اعتقلوا القيادة نتاع الجبهة الإسلامية؟ هو الاستدراج النظام استدرج جماعة الفيس، هو استدرجهم أولا، لأنه قلت لكم منع، كانوا مسيرات، كانوا يمشيو مساحة شي واحد مساحة ولا منعوا عليهم، جاو يمشيو فوق الأرصفة. بعد ولات هذيك الاعتصامات، لأنه نرد للإضراب، ما نقدرش نقول إضراب، هو كان عصيان مدني، نسميه الأسماء بمسمياتها، ما كانش إضراب فقط، هو كان عبارة عن عصيان مدني. في بعض الأحياء في العاصمة ما تقدرش تفوت بالسيارة تاعك، كانت مجموعتهم هم اللي فتشوك، هم اللي يعني هو كان عصيان مدني، ماهوش اضراب مفهوم الاضراب هذاك اللي نديروا اضراب وخلاص، لانه تطورت الامور نهار زوج ثلاثه اربعه خمسه راهم تخيموا في ساحه اول ماي الى اخره. درك من هم النظام استدرج الفيس حتى يمشي في الطريقه هذه، بعد ذلك الجيش كي استدرجهم وفر شروط فهي تدخل، وفر شروط، لأن شروط النظام العام، النظام العام في الجزائر العاصمة كان انعدام النظام العام، أمور حبيت تقول لي هو كان يدفع فيهم، كان فاسح لهم المجال على جل باش يخلقوا له الأجواء هذيك اللي هو تسمح له الفرصة باش يدخل بالقوة. بالضبط. هو استدرجهم حتى توصل الأمور للتعفن. بعد ذلك يكون تدخل الجيش شيء مبرر بالنسبة للناس كل، بالنسبة لبعض الناس يكون يعني مبرر ظاهريا. الجيش هو دخل بعد ما دخلت الشرطة واستعملت الغازات المسيلة للدموع، وبدأوا ينقلوا في الجرحى وينقلوا في المصابين، خاصة من الناس هذوك اللي كانت عندهم أمراض مزمنة وكانوا يعانون من المرض هذاك نتاع الربو هذاك وكذا. فيما بعد الجيش دخل فيما بعد في مرحلة واحدة أخرى. الجيش الشرطة النوردية كانت معاهم في مواجهة كل يوم، مواجهات مع الشرطة في الأحياء ولا في الطريق، كانت مواجهات بساحة والمي وساحة الشهداء، كانت هناك مواجهة مع، لكن تدخل أنا شاهد. لا ما كانش من نهار الأول في الأول، كان إضراب إسلام، كان إضراب سلمي، ما كان محرقة ما تكسرتش فيه. في الأول كانت بعض الأمور المناوشات فقط، بس أنا قلت لك النهار اللي دخلوا في ساحة أول ماي، لأن الاعتصام الكبير كان في ساحة ماي، دخلوا في الليل. نعم. الرابعة ولا ساعتين تاع الصباح، ثلاثة الصباح. نعم، في الليل صحيح. في الليل احنا كنا في عمير، طلعنا فوق الباتيمون نور الدين، سان كيميتاج كان يبان لنا الأمور. احنا كنا نشوفوا النار تهبط من جهة التلفزيون اللي كتعرف العاصمة. نعم. كانوا يضربوا فيه من فوق، انا شفت بعيني يا نوردي. هما في الاول ضربوا واسمه بدات في الجامعه نتاع باب الزوار. الجامعه جاو بيحرقوها نوردي، انا قلت من الناس اللي كانوا اللي قلت لك حكمونا فو باراج، هذوك الجماعه الوقت هذاك فو باراج تاع الميليشيات اللي شكلوها، حرقونا الطوموبيل، مشينا عاجلين انا في الفاس يوم مازال حي، مشينا حتى حنا كانت عندنا نوردر بلي نحميو الجامعات. نعم. حميو الجامعات من التقصير الى اخره، من الحرق والتقصير، لانه بداو يحرقوا ويكسروا بدات المشاكل، ولكن الجيش تدخل، اللي دخل فيها الجيش راه ما جاهمش بالدبابات، انا ردي لا جاب لا بالدبابات لا بالكلاش، ضربوهم من بعيد، ومن بعد وقعت فيها قتلى وجرحى الى اخره وضحايا اكثر. من بعد ما جات البوليس وجات فرق التدخل السريع، هذه شفتها بعيني، موش قالوا لي احنا الوقت هذاك حرنا، مين راهم يضربوا؟ كاينه كازرنا الفوق، لان كاينه كازرنا في حسين داي،
وبحداها ساحة أول ما يقول فوق ولكن ولكن الأخ عيسى يعني كما كان يقول الأخ منذ قال الأخ بالقاسم ننقلوا الحقيقة الأنصار تاع الجبهة الإسلامية ما كانوش ينظروا ما كانوش هم اللي يضربوا هما اعتدي عليهم المسلمين هما كانوا مخيمين عندهم كانوا ولاد دين اللي إيه اللي كانوا يضربوهم من تو الشرطة الشرطة هم اللي استعملوا الغازات المسيلة للدموع دوكا تسمى احنا نسميه الأسماء كما قلت تقول انت بالمسميات نتاعها حقيقة هو أنه تسمى القيادة نتاع الجبهة الإسلامية ولا الأنصار يعني في تلك المرحلة هو أنه داروا هذا الإضراب من أجل مطالب سياسية معينة كانت عندهم أهداف معينة درك هما مشاو سميها نية سميها غباء سميها وش حبيت المهم هما مشاو كان الهدف نتاعهم هو تغيير هذاك القوانين فإذا بها من خلال التراكم هذاك نتاع الأحداث هذيك هما هيئوا الأرضية للشرطة باش تدخل باش يفكوا هما الاعتصام لأنه الاعتصام كان في حالة تصاعدية في الأول النهار اللي بدا ما بداش كما فيما بعد أنا كنت قلت لك من الحاضرين ومن المشاركين في الإضراب. نعم نعم. في البداية الإضراب هو بدأ بأعداد قليلة جدا يعني نحكيك أنا على الولين تاع البرج لما انطلقوا كانوا على تقدر تقول على الأصابع كنت أنا من الأوائل ومن بعد بدأ بشكل تصاعدي لما فيما بعد جات الناس في مكان وين انه بدا الاعتصام من بعد بدا يكبر بشويه كيما الجامع هذاك لما الناس يجيو يبداو يجيو يصليو اذن يدخل واحد زوج ثلاثه ومن بعد يتعمر الجامع هكذاك في الاول بداو مجموعات لا يتعدون الاصابع ومن بعد بدا بشكل تصاعدي كان بشكل سلمي يعني عده ايام شي نهار ولا زوج ولا عده ايام وفيما بعد مباشرة استعملت القوة مباشرة من طرف الشرطة من بعد دخلوا الدرك ومن بعد دخل الجيش في العاصمة نور الدين العاصمة اللي كانوا يديروا مشاكل جماعة الهجرة والتكفير هذوك اللي كحلوا عينيهم ويلبسوا الوحدانة أنا وقعت لي معاهم مشكل كنا قدام عميروش وما كانوا فايتين يفوتوا فوق الترطوار كانوا يمشيوا صباح ومساء من ساحة الشهداء لساحة أول ماي احنا كنا مجموعه واقفين قدام مطعم عميروشك تعرفوا قال لك هيمشيو معانا انطقت انا قلت لهم مشيش معاكم جاوني في خمسه سته ومن بعد دخلوا لابوليس كانوا من هي قدام سنترال يعني هذوكم اللي كانوا هذوكم اساس المشكله يا نرضي هذوك كانوا يديروا مناوشات لانهم جماعه الهجره التكفير تعرف كيف هذوكم اللي كانوا يديروا بعض المناوشات ما قلتلكش انا داروا على باليش انا ضربوا الجيش ولا ضربوا لا ولكن التدخل اللي كان في ساحة أول ماي هم كانوا الأغلبية تاعهم كانوا راكدين نور الدين كانوا مخيمين ثم وعندهم سوق أنا مشيت لها مشيت جولت في السوق هذيك في ساحة أول ماي كلها أكشفها قدا كبيرة هذيك ساحة ماي كلها كانوا مخيمين فيها مدارين سوق ثم الناس تاكل ثم يتعشوا ثم يتغداو ثم إلى آخره هذيك اللي بقات في راسي أنايا اللي بقات ذكرى في راسي أن النار كانت تجي من فوق نور الدين من جهة الجولف ضربوه من بعيد الاول قبل ما يدخلوا مباشره لانهم كانوا كثيرين هذوك وكان الاغلبيه تاعهم كانوا راكدين هذه الشهاده للتاريخ يعني نعم مانيش ما ومن بعد كاينه قضيه لابد ان نشير لها ان في الوقت هذاك بعد كاين ناس يتصلوا من الجبهه الاسلاميه للنقاض حاولوا يتصلوا بقيادة في الجيش حاولوا يتصلوا بالرئيس الشاذلي الله يرحمه نعم. وأحمد طالب إبراهيم يتحدث على الأمور هذه في مذكرات على ما أظن نعم. ولكن الناس اللي بعثوا من الجبهة الإسلامية من حبوش الرسالة لشادي بن جديد هذه لحسب ما بعض المصادر اللي تقول هكذا نعم وشكرا يا نور نعم شكرا للأخ عيسل الميكروفون من فضلك الأخ مولود من الجزائر مرحبا بك أخ مولود شغل الميكروفون يا الأخ مولود السلام عليكم أخ الضيب وعليكم السلام ورحمة الله حييك وحييك جميع الإخوة الله يسلمك الأخ مولود الموضوع تاعنا اليوم هو راهو حول المأساة في الجزائر رانا نتحدثوا حول الاعتصام هذاك اللي درته الجبهة الإسلامية في ماي وجوان والآن رانا
لحقنا للقضية نتاع الاعتقال نتاع الجبهة الإسلامية والتدخل بشكل يعني قوي وفك هذاك الاعتصام. لا، وعلى كل حال أنا كنت شاهد عيال شهور، نعم يعني ما غادرت الإنسان، ولكن في الإضراب هذاك اللي كان في ساحة الشهداء، أقول يعني الاعتصام، عدم نسمي الأشياء بأسمائها، هذاك يعني الاعتصام هذا كنت تم كان يعني. ولكن الغباء تاع الجبهة الإسلامية الإنقاذ، ليس كلهم، ولكن حنا نحكموا لأنهم اللي راهو كانوا الصوت تاعك بعيد الأخ مولود، قرب الميكروفون وربما راك فيه. نعم تفضل. قلت لك غباء تاع اللي اسمه الجبهة يعني الإسلامية الإنقاذ، نعم أعطاه الذريعة للجيش باش يبرر التدخل تاعو هذاك، نعم لأن ردة الفعل اللي كانت من بعد ما يعني دخل الجيش او القوات الخاصه، انا يعني في ذاك يعني في ذلك الوقت ما نعرفش نفرق ما بين القوات الخاصه الجيش ولا يعني في التدخل عنيف من طرف الانصار. انا كنت نشغلها، كانت يعني صارت في الليل، هذه صارت حوالي يعني 9 و10 مساء، وصارت فيها فتنة وخلطة، ويعني ما ودوك بعد مرور، ما نقدرش نقول لك، ما نقدرش، ما عنديش، ما نقدرش نعطيك الدليل الجازم باللي جا قرار من الحزب باش تكون الأرض يعطاهم الشرعية باش يرجعوا، باش تكون الأرض بالفعل يعني هذه، ولا تصرف بعض الانصار اللي عندهم شويه حماس، وما نقدرش نفرق. ولكن الاكيد ان الخطه تاع السلطه كانت مدروسه، يعني استدراج واضح بكل ما تحمل الكلمه من معاني، وهما طاحوا في الفخ. ولكن كلمه حق نقولها، ان الاعتصام كان سلمي 100%. انا نعم. حتى كنت في بعض الاحيان ننزل الى ساحه الشهداء ونشوف تماك، يعني كانت الناس يعني بهدوء، ما كان يعني ما كان هراج، ما كان يعني عنف، لا كان هدوء تام. هذا ما عندي معكم. نعم شكرا الأخ مولود. الميكروفون فيما يتعلق فقط بالنقطة هذه نتاع الإضراب، قلت لك كون هو أنه أنا عشت يعني الأحداث هذيك عشتها، هي في الولاية نتاعنا ما كان موجود ولو، يعني كان إضراب سلمي 100%، ما كانش حتى حاجة يعني اللي توحي باللي راها رايحة تنفلت الأوضاع. هي لما طردقت في العاصمة، هم اللي طردقوها نتاع الأمن، هم اللي طردقوها بدأت في الجامعة نتاع باب الزوار، بحيث هو أنه دخلوا للجامعة ودخلوا بالقوة، وفيما بعد بدأت تتفجر الأوضاع من بعد ما دخلوا في العاصمة واستعملوا القوة. فيما بعد الولايات الأخرى جات بيانات، وكاين ناس ايضا تحركوا هما من تما، لما تبدا تنفلت الامور خلاص، هما لما تحركوا مثلا في الولايه، نقول لك انا نتاع الولايه نتاع البرج، والامور هذه راني نحكيو فيها كيما نقولوا التاريخ، على جال باش الشباب هذو باش ياخذوا هذه الامور بعين الاعتبار، باش ما يعاودوش هما يروحوا ينزلقوا والله يتبعوا غير من هبه ودبا. هما في الوقت هذاك يعني جات تعليمات باللي لازم يتحركوا على جال باش هما يخفوا الضغط على الناس اللي راهم في العاصمه، لانه راهو كاين ضغط كبير. بدات الناس تتحرك، من بينها واستهدف القطار، يعني قطعوا الطريق نتاع القطار. هذه من بين الاشياء اللي حدثت في الولايه نتاع البرج، وانا يعني كنت ثم، ما اش قالوا لي والله كنت ثم. والمسألة هي كانت في الوقت هذا كانت من أجل التخفيف على الناس اللي راهم موجودين في العاصمة، وهكذا ربما ثاني في ولايات الأخرى راهو نفس الشيء. فيما بعد لما انت يرحم والدك انت تسمى ينحرف قطار
يعني تخرج انت ناس يرحم والديك مباشره تروح تقطع لك انت طريق نتاع قطار من بعد انت واش راه يصرى قادر من بعد صرى كارثه. فيما بعد كما كنا نقولوا كاين الناس اللي هما كانوا يتحركوا ربما بالنيه نتاعهم وكاين الناس في المقابل اللي كانوا هما يخطوا وكانوا يمهدوا على جال باش هي تنفجر الامور ولقاو الفرصه هما على جال باش يدخلوا. درك القضيه نتاع القياده نتاع الجبهه الاسلاميه علاش اعتقلوهم؟ كانوا معولين عليها، معولين من اجل على جال باش يفجروا الوضع، لانه لما انت تعتقل القياده واش معناتها؟ كانوا معولين على التفجير، تفجير الحزب، لانه كان هناك تضامن كبير داخل الحزب، هما حاولوا يكسروا الحزب من خلال الاتيان بمراني وسعيد قشي والبشير فقي هذاك وجابوهم في التلفزيون على جال باش هما يقولوا باللي احنا رانا هذا عباس مدني راه هو مدينا السمو. ولكن هذاك الناس راه الان اثبتت الايام، صحيح هو انه كاين في بعض الاشياء عندهم الحق، ولكن مع ذلك استعملوا في اثنين كي عباس مدني وعلي بالهاج كي وسمو سعيد قشي ومراني، هذوك استعملوا من طرف الجهاز تاع المخابرات ومن طرف الناس اللي كانوا هما الامور تحت يديهم، وهذوك استعملوا من طرف الدفع كانوا يدفعوا فيهم على جال باش هما يطيحوا في الشباك يدفعوا فيهم. وكاينين ايضا تحت الضغط نتاع الانصار هذوك وتحت الاخر من بعد وقع اللي وقع. عاود نرجع لك الاخ نبيل فيما يتعلق بالخسائر، يعني واش هي الخسائر اللي نقدروا نحصيوها اللي نتجت عن طريق الاضراب؟ فيما يخص واحد النقطه قبل ما نتطرق الى الخسائر، هو السلطه المتمثله في العسكر باش تنجم تحكم القبضة تاعها على جميع المؤسسات كان يلقى لها سبب، ما تجيش غير هكا وتحكم غادي تعلن في التلفزة باغ اكزومبل وتقول صاي العسكر الى ديسيدي باش يحكم في كل شيء وجميع المؤسسات توسع. لا، كان يلقى لها سبب، يخلق سبب، والسبب اللي يلقاه يتمشى بالطموحات تاعه هي الجبهه الاسلاميه للانقاذ. وكما قلت وقال الاخوه المسلمين استدرجوهم باش يروحوا لهذيك النقطه اللي كانوا باغينها العسكر. كي نقول العسكر القياده المعروفه ماشي جميع العسكر، نهضر على القياده جماعه كما نقولوا احنا جماعه فرنسا، كانوا باغيين يديهم الى نقطه معينه، وبالفعل داوهم الى نقطه معينه وهو الاعتصام، وهو النقطه لا رجوع. دخل الجيش باسم انه يحافظ على البلاد ويحافظ على تماسك البلاد، وهذه هي اللي تقدر تقول قادر مانيش عارف البورسونتاج شحال من الشعب الجزائري كان كاين اللي كان مصطدر مع الجيش واللي داره، كاينين اللي كانوا مصطدر مع الجيش كانوا مصطدر ما كانوش معارضين للتدخلات تاعهم. او كونترير سيتي بور هو اللي يستدر ينقدهم هاد التكفيريين الجهه هذا من الجبهه الاسلاميه المقاد. وحاجه واحده اخرى سي كو انا بور موا استدر القياديين اللي كانوا في الجبهه الاسلاميه المقاد ما كانوش متحكمين 100% في الجبهه. والدليل على انه استدر مام لي زابيل اللي كانوا يلونسيوهم ما كانوش استدر الطبقه اللي تحت في الجبهه الاسلاميه قد ما كانتش تاخذها بعين الاعتبار. نعم، كان كل واحد يلغب الغاه كما نقولوا، واحد يدير كما قلت يدير فو باراج، واحد يروح يفيري في الناس، واحد يروح دونك نروحوا نوليو دونك لو بوفوار العسكر
كان يستدرج الجمعية الإسلامية على إنقاذ هذه النقطة اللي كان باغيها ويدير بها صبة للإنقاذ على مؤسسات الدولة بأكملها. خسائر الأخ نبيل، الخسائر اللي نجمت هي على الإدارة، الخسائر منها اقتصادية بلا ما نحضر عليها، باسكو اللي كانت اللي داروا الاعتصام كانت الناس كانت حبست من الخدمة، داروا اعتصامات سجلتوا في السوناطراك، السوناطراك 50 ولا 60% حبست، من كاين مؤسسات اللي في السوناطراك حبست. استاذ روا استاذ كاين اللي ناس كانوا يهرسوا في المؤسسات تاعهم باسم ان هذيك المؤسسات كانت بالنسبه لهم رمز للاستقرار. نشوفوا ثاني كان الجزائر استاذ ولات في عزله تامه، في عزلة تامة بالنسبة للعالم سياسيا واقتصاديا، حتى واحد دونك ما يجي، حتى واحد ما يدخل، حتى واحد ما كانش اللي يبغي يجي، باسكو كان على صفيح بركان يشوفها باللي النار. حنا كي تشوف انا ذاك العرب كي تسقسيهم تقول لك تقول لهم كيفاش كنتوا تشوفوا الجزائر، يقول لك كنا نشوفوها كافغانستان ثانية، في حين ان كل الدول كانت في السلم التام، كل الدول العربيه كانت في السلم التام، وحنا كانت سيتي افغانستان الثانيه او جمهوريه اسلاميه ثانيه من بعد ايران، ما نسميش بغض النظر عن انها كانت شيعيه او سنيه، كانت بالنسبه لهم ثوره اسلاميه ثانيه بعد ايران. هذه هي الخسائر اللي كنت نشوفها. نعم، شكرا الأخ نبيل. الميكروفون الأخ بالقاسم من العاصمة. قدم الميكروفون الأخ بالقاسم. نعم، يبدو المشكل بالميكروفون. نعم. أنا بالنسبة إلي أظن أن ما يقوله الإخوة هو كله صحيح، يعني المقاربات هذه، لأن الحقيقة المطلقة يقال أن أول ضحايا الحروب والفتن والمشاكل هو الحقيقة، الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أما الحقيقة النسبية المتاحة للبشر أظن الإخوة كلهم هم هاضمين الموضوع. إذا كحوصلة يمكن نقول أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن نسيجا واحدا ولا كتلة موحدة، بل كانت خليط مهلهل يجمعه الحب كما قلت والفطرة ونداء الإسلام الخالد، هذا نداء عظيم، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها ذاك الشعار جميل حرك الجزائر. أنا مرة كنت في السجن، استدعاني قاضي التحقيق وضع المسدس على الطاولة، وأنا كنت أعلم أن المسدس فارغ، فلم أبدي أي حركة، وبدأ يتكلم وتنازل يعني عن عليائه وسلطته، وبدأ يتكلم كأنه أخ وصديق. قلت له أسحب المسدس، قال لي والله نسيته، أنا كان على بالي يعني ألعب المباحث، قال لي عندي سؤال لو تجيبني عليه سوف أحسن ملفكم كذا. قلت له تفضل. قال لي كيف رسول الله بقى 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، أنا معه كم؟ قلت له حوالي آخر من حوالي 100 ألف، ولكنها في الأول كانت يعني 30 20 5 7. قال لي عباس المدني كيف استطاع أن يجمع كل هذا الشعب الجزائري حوله؟ هذا يعني يقولها يصرح بها، وهذه موجودة عند كل أجهزة الدولة، يعني حارت انبهرت ما الذي جرى. على كل حال هو فشل مشروع الاستقلال، مشروع الاستقلال أيضا مشروع نبيل، مشروع ثوري، ومشروع كان يعني نصف إسلامي وطني خليط يعني، وهذا هو يعني كما قلت لا نعيش وحدنا، إسلاميين لابد أن يتأقلموا أيضا، وطنيين جزء منا وأبائنا كلهم كانوا وطنيين، لم يكن هذه الحركة الإسلامية موجودة. وجمعية علماء المسلمين كانت يعني بالنسبة للشعب الجزائري عموما كانت جزء يعني ليست كل. فقلت له يعني قلت له ما غرسه رسول الله منذ 14 قرنا لم يقم عباس مدني سوى بإثارته، فالفضل أولا وآخرا يبقى لرسول الله. والله صدقني خرج هذا قاضي التحقيق
من كرسيه وسلم عليا وقال لي ان شاء الله ما نفوتكش اسبوع، وفعلا وخرجت براءه الحمد لله. يعني تبين لك باللي احيانا سوء الفهم يؤدي الى كوارث. فالجبهه الاسلاميه للانقاذ كما قلنا كانت خليط متداخل ومختلط، ويعني قدر الله وما شاء فعل. يعني اللحظه التي بدات الاوضاع تتازم من الجانبين كانت يعني افغانستان انتهت، كانت اريتريا انتهت. انتم تذكرون يعني هذا من شيحة، يعني هذا قائد كتيبه الاهوال اين كان؟ كان في اريتريا، مقاتل في اريتريا. والذين جاءوا يعني الكتيبة الرابعة والثالثة أظن كذا كانوا أكثرهم في أفغانستان يعني، وتكفيريين، وكانوا يحاولون أن يدفعوا بالأمور نحو الانزلاق، لأنهم كانوا يرون الديمقراطية كلها كفر، الدولة لا تقوم إلا بالجهاد وفي سبيل الله. وكانوا درسوا تجربة أفغانستان المريرة والاختلافات، قالوا نبدأ بالبداية نستعمل مضمونية الجبهة الإسلامية لإنقاذهم، بعد ذلك الدفاع. فعلا قالوا الدفاع وكفروا كل شيء وقاموا بمجازر رهيبة. على كل حال هذه الدروس التي نستفيدها من هذه المسألة. هذا لا يعني الأخ بالقاسم من أنه النظام يعني راهو على حق، يعني باش نكون لا 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 نعم. النظام مجرم، النظام فرنكفيلي، موش فرنكفولي يعني فرنسي وخلاص، لا، هي حب الثقافة الفرنسية. قلت لك هذا صراع قديم، ولكن أنت لابد حينما تنخرط في السياسة لابد أن تعرف السياق والمناخ الذي تسبح به، وتعرف كيف تتعامل مع هذه الأشياء. صحيح. للأسف الشديد أنا أقول لك باللي هناك تقارير، هناك أشياء عرفتها المخابرات باللي هذا الحزب غادي يعني حتى ولو وصل إلى السلطة غادي، حتى مفهوم الديمقراطية لم يكن واضح عند الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هل هي قابلة للتعددية وتداول على السلطة أم هي النهاية ومنها يبدأ تاريخ جديد للجزائر؟ يعني لم تكن هناك أجوبة فكرية ثقافية على مستوى العالي، ليس مستوى الشعب، الشعب مسكين يقاد. وحتى هي الطمة الكبرى هي الخطأ يعني اللي ارتكب في المرحلة هذيك، هو أنه كما نقول لك لما أنت تخطئ في الخصم، يعني مثلا حمروش هو راه من التيار الوطني، راه هو أقرب ليك من كل الناس، مهري هي الخطر في ذاك الوقت، مهري هو أقرب ليك من كل الناس، بالعكس عوض هو أنك أنت تساعده وأنت تضيق على الخناق على هذه العصابة هذه نتاع اللي كنت أنت تحكي عليهم، ضيق عليهم الخناق وتعزلهم وما تعطيهمش الفرصة، وتدفع أنت بحمروش. يا سيدي وراء المشكلة هو أنك أنت إذا سيدي قال أنت راهو عندك نية باش أنت تدير دول الإسلامية، واش هو يعني أنت لما أنت تأجلها 5 سنين يا سيدي ولا 10 سنين من بعد؟ ليس مشكل أبدا. إيه؟ بالعكس تبدأ جزئيا، مثلا كما تجربة البلديات كانت تجربة ناجحة. احنا سينور الدين لابد ننظر لها كأمة واحدة، كل العسكر هنا أولاد الجزائر، والجنرالات مهما يكونهم أبناء الجزائر. صحيح. وجد الخطأ في التاريخ الإسلامي يا أخي، بين علي معاوية وقعت مواقع، هذا صحيح. صحيح. نعم. يعني راه الانسان ما يبقاش، انا قلت لكم دائما الواحد يخرج من هذه القضيه ويبدا ينظر لها من بعيد كانها قراها في كتاب، ما يعتبرش نفسه جزء منها. صح. انا نقول باللي الاخطاء متبادله، والاخطاء يعني الله يعني اعتبر روحك في مكان الوطني هذاك اللي كان يتبان له باللي الامور خطيره، ثوره راحت. صح. تاريخنا العريق راح، ما يقبلوناش العالم، حتى اللي انا متاكد باللي جنرالات ربما كانوا متعاطفين بالصح. صحيح. صحيح. ما طاقوش يناصروا شيء مندفع نحو المجهول. صحيح. فللأسف الشديد، وهذه يتحملوها السياسيين أولا، أنا ما نظنش عباس مديني تقريبا كان السياسي الوحيد، الآخرون لم يكونوا سياسيين، لا علي بالحاج ولا هاشمي سهنوني ولا لا، إضافة إلى الانتهازيين قرين هذا اللي ولا وزير الشؤون الدينية يعني وغيرهم. فشوف النهاية، أنا دائما الله جل وعلا لو كان يعرف في هذا التجربة خير لوفقها. لم يعرف باللي البلوب فيها الغل وفيها الخل وفيها الدخولات الداخل الله وطلع على قلوب العباد، فدار لها النهاية. والدولة الثانية لازم نفهمه باللي كانت أن تعاقب الشعب على المستوى التاريخي الطويل، قالت لك احنا نحاربوا في النهاية غادي الشعب يكره، نهار اللي نقدموا له المصالحة يتلقفها كما تلقف عباس مدني مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفعلا هذا هو اللي نجح، ولولا البترول ما كناش غادي ننجحوا نوصلوا. ولذلك كاين واحد العالمة ألمانية هي من أصل يهودي، واليهود الأذكياء، عندها كتاب ما الثورة، يقول لك اللي الثورة والأفكار الكبيرة لا تموت، كلمة الجبهة الإسلامية والإسلام ما ماتش في الجزائر أبدا، ما سموش، ما زال حي.
تقول لك ولكن قد تتغير البوصلة، تتغير الاتجاه، تتغير الفكرة شكليا فقط، أما جوهريا تبقى هي هي. تقول نعم لك إذا فشلت الثورة إيش ينتج من بعد؟ ينتج النفاق. نعم يعني الدولة شوف 800 مليار وزعها بوتفليقة، وبوتفليقة نقولوا صح يعني كان خاطي الأوضاع، جا رئيس ما هوش غير هو الواحد اللي يركب واللي عنده طموح بالرئاسة، ولكن الرجل يعني مسالم ومهادي وحقن دماء المسلمين. وصدقني أنا كثير من الأحيان يعني يناظر لي الحسن بن علي لما سلم الخلافة، أحسن من الخلافة صراع الدماء لا يقضي شيء. ظهر طويل يا أخي، قال لك الشاعر يقول لك بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، قلت ويحك فنعذر. الناس اللي كانت صادقه وحاولت يعني تنصر دين الله وما وفقهاش الله، يعني الله لا يحاسب بالنتائج، الله يحاسب على الاسباب، بذلت كلها على اجتهاده. ولكن في النهايه يا خويا البلاد اولى، البلاد وحده البلاد، شو وحده الشعب، الشعب يعني دمر وصل للمرحله قلت لك يعني. ولذلك نرجع لفكره حنا اردن تقول لك ينتج النفاق الاجتماعي. لاحظ معي مثلا 800 مليار راحت في الريح، شو السبب؟ المسؤول خاين، الكل يكذب، يكذب على بوتفليقه من عساس في المدرسه الى القمه، كل واحد يزور في الارقام. انا نعرف هذه الاشياء ونعرفوها كلنا. نعم. الكل يزور، الرئيس مسكين ضرب شيء يدير، والله ما هو مشكل هو سبب بوتفليقه، صدقني لو كانت ديروها في بوتفليقه. لا لا لا، انا عمري ولا قلت الكلام هذا، انا الشيء اللي مقتنع به. لا خليها بوتفليقه ودي خليناها احنا. لا 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 لا، عنده هو اخطاء هذا هو. عنده اخطاء كارثيه وقع فيها ولكن لا يتحمل المسؤوليه وحده. اللهم الله، قال لك علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال له واحد كي قال في وقت عمر كانت زاهيه وباريه وجهاد وكذا، في وقتك انت راك، قال له ذاك انا كنت جندي عنده، واليوم انا راك انت جندي عندي. امثالك يا الله غالب تغير لك. هذا النفاق الاجتماعي، الكل يخون، الكل يسرق، الكل يزور، شي يقوم وكيل. القاضي في كل دائره، القاضي يربط مليار ولا زوج يهزها كل خميس ويروح. فيما يتعلق الاخ بالقاسم في بالجبهه الاسلاميه، يا هل ترى هي تتحمل نصيب من الماساه؟ والله انا شوف، انا كنت مع برلمانيين نعرفهم واقرباء واصدقاء نناقشهم انا في هذا الموضوع، يقول لك تجربه، هي فعلا تجربه. انا ما نقولكش كيما هذا السلفيين، هذا المدخليين وهذه الحبوبات اللي يقول لك كل شيء كافر وكلاب اهل النار ويقسموا الجنه على كانها مملكات. هذه تجربه كل واحد يجازى فيها على نيته، حتى اللي اخطا وكان صادق ومخلص الله يعرف الامور. لكن نحن كتجربة مقاربة سياسية نقولوا كانت تجربة فيها أشياء كثيرة إيجابية وفيها أشياء يعني شوف المفصل السياسي القريب من السلطة ما كانوش يتعاملوا به. أنا تبالي لو كان عرفوا هذه وكان عرفوا أخطار أفغانستان مثلا والتكفيريين اللي كانوا يلعبوا قضيتك ما شكون دير هذا، واحد تكفيري قطبي من افغانستان راح دمر وكذا كذا، والناس عاد ما لحقتش من الاضراب. يعني ذاك خالد نزار راح ودار الاضراب وكذا، كنا نقولوا المخابرات دارتها، والله لا دارها هو، دارها وداروها مسلحين. دوك الدوله كي تبان لها الامور قول هذو مازال ما يحكموش راه مرادين السلاح، وغدوه من يوصل كيسرى لنا حنايا. صح. كانوا يبانوا ديجا، حتى علي بن الحاج كان يقول نحاكم فرنسا ونحاكم الخوان. اودي هذا كلام خطير. الدوله الجزائريه لما استقلت، هل كان عندنا من جماعه بلونيس المسيله تعرفها نور تاع الكوارت وسطهم في الجلفة وفي بلونيس هذوك تشدق لهم سمحوا لهم سكت طفي لأنها فتنة تحييها باطل. جماعة بوسعيدي في نواحي شلف وفي نواحي عين دفلة، نواحي عين دفلة تقريبا كلهم كانوا ضد الجزائر والثورة. جماعة البشغاب وعلام سمحت لهم الجزائر ما عدا المجرمين الكبار اللي كانوا يطاردوهم. كان يجي واحد الطاكسي وقت الاستقلال يسموه الطاكسي المخفي. شوف الدولة جبهة التحرير كانت أذكى، على بالك بالاستقلال ما جبناهش قوة، جبناها قوة على بساطتنا ووفقنا الله، ولكن السياسة كانت لعبة دور رغم الاختلاط والفكر وكذا والتداخل. ثاني جبهة التحرير كانت عبارة كما الجبهة الإسلامية خليط غير متجانس، ولكنها نصبت الهدف وعرفت كيف تصنع تحالفات، ما هي شيوعية كما يقولوا الناس شيوعية، لا هي استغلت الوضع. كان صراع ما بين الغرب والشرق دخلت فيه محور وجات مستعرف بها، جابت لنا الاستقلال ونحن اليوم ننعموا بالاستقلال. الواحد ما ينكرش، وهذو ثاني بواتنا كانوا معاها وجدادنا امامنا واخواننا وغاشينا، يعني تاريخنا لازم لا يتواصل. هذه تجربة انا يعجبني هذا اسم المأساة، لان ما تقول لا ارهاب، فيها ارهاب بس هي مأساة 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 الناس كل. نعم.
اقنع ابوهم جميعا، نعم، المملكه سواء في الجيش الشعبي لان ولاد الجزائر كامل كامل ولاد الجزائر. ربي يبارك فيك. شكرا اخي بالقاسم على هذه الاضافه. دوك نعاود نرجع لك فقط اخي بالقاسم الميكروفون. اخي عيسى نفس السؤال. اخي عيسى، عيسى من فرنسا. اخي عيسى شغل الميكروفون تاعك، يبدو وأنك. نعم أردن. نعم نعم تفضل الأخ عيسى. نفس السؤال فيما يتعلق دائما بالمأساة، هل ترى الجبهة الإسلامية تتحمل النصيب من المأساة اللي وقعت في الجزائر؟ طبيعة الحال أردن، لأن هي كانت هي الطرف، نقدر نقول هي الطرف الأضعف في المعادلة. نعم، وحتى المسؤولية درجات يا أردن. نعم، مسؤولية تتحملها جبهة الإسلامية بطبيعة الحال، قيادة الجبهة الإسلامية، ما نقولوش على المناضلين ولكل من كان مع الجبهة الإسلامية، ولكن قيادة الجبهة الإسلامية تحمل مسؤولية كبيرة. ولكن المسألة الجوهرية تحملها النظام كنظام، بجيشه برئاسته بالنظام بصفة عامة، هو اللي يتحمل المسؤولية الكبرى لأنه هو اللي راه كان يقود. نعم، والجبهة الإسلامية كذلك تتحمل نصيب كبير من المسؤولية لأنها استدرجت إلى ما لا تحمد عقباه وفقط. نعم، شكرا الأخ عيسى من فرنسا. نبيل نفس السؤال، ميكروفون عيسى تفضل. الأخ نبيل هل تسمعوني؟ المهم نحاول هو أنه أنا نزيد ندير مداخلة فيما يتعلق بهذه النقطة نتاع تحمل المسؤولية نتاع الجبهة الإسلامية. عندي قناعة راسخة من أنه في الجبهة الإسلامية كاين الناس هما يحبوا الشرع، وأنا شخصيا كانت لي فرص كثيرة للالتقاء بإخوة نعم الرجال صادقين مخلصين محبين للدين محبين للوطن، ولكن للأسف الشديد هو أنه كاين ناس أغبياء، والغباء راه مازال متكرر إلى اليوم. ناخذوا غير هذه الليامات، هذه القضية نتاع واسمه نتاع هذه بن غبريط، مازالت الناس تستعمل إلى اليوم. يا صاحبي إلى متى؟ إلى متى؟ هل ترى الموضوع يتعلق ببن غبريط؟ الموضوع أكبر من بن غبريط. بن غبريط راهم الناس اللي راهم هما يسيروا في الوزارة، راهم في المديريات ما يبانوش. بن غبريط راهم دارينها في الواجهة، والناس لاتيا هاي غلطتها هاي دارتها هاي طلعتها هاي هبطتها هاو قال لك يما السلال هاو قال لك ذا هاو كذا هاو كذا، الناس راهم من الوراء تمشي. إذن الجبهة الإسلامية كان المفترض يا صاحبي ذوك حنا خيرنا نهضروا بالشرع، الشرع والشريعة الإسلامية وكذا، المسلم كيس فاطن حذر، هذه قاعدة نعرفها، ونقولوا احنا دائما واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. يعني ترى كانت المخابرات محتاجة هي على جلب هي تجي تتجسس ولا كذا، كان كل شيء على الهواء، كان كل شيء على الهواء، ما هم محتاجين لا سر ولا هم يحزنون، كان كل شيء على الهواء، شعارات وكذا. وبالتالي درك نقدروا نقولوا باللي ما كانش هناك تجربة، خاصة هو أنه ربما فيهم اللي عمره لا عباس مدنيك شما قاد حزبه وعلي بالحاج شما قاد حزب من قبل، ولا كانت أول تجربة. كانت الناس تمشي بالنية نتاعها، النية راهو ربي هو اللي حاسب عليها كما قاله كان يقول الأخ اللي راهو أصاب راه ربي راه راح يأجره، واللي راه أخطأ كيف كيف راه ربي راه راح يتولاه. نقولوا احنا من أنه الحزب هذا نتاع الجبهة الإسلامية يعني كله أخطاء، الإنسان اللي يقول هذا الكلام راه إنسان كذاب وإنسان بالعاط. في الجبهة الإسلامية كانوا هناك رجال، كانوا ناس اللي عمرهم كانوا يصليوا، ومن بعد تابوا توبة نصوح، كانوا بعض المدمنين على المخدرات، كانوا بعض المجرمين العتات اللي ما فاد فيهم والو، كاين ناس اللي تابوا وجا حافل
وكاينين الناس نعرفوهم يعني بالاسماء نتاعهم، جحافل الناس اللي فتح عليها ربي وتابت، وكان كان الحزب نتاع الجبهه الاسلاميه هو كان وسيله، ما نقولوش حنا باللي هما اللي راه مهداوهم، والله كان وسيله. ايضا كانوا ناس اللي كانوا هما رؤساء البلديات، حلوا مشكلة نتاع مثلا نتاع السكن من خلال التوزيع، لأنه المشكلة نتاع السكن هنا في 2016 مازال ما تحلتش، والجزائر عندها الأراضي بور، القضية هي في التوزيع العادل، التوزيع العادل ما كانش في المرحلة هذيك. حتى نقولوا راهو كاين ان بيستون، ما نقولوش حنا باللي راهو 100% الناس راهم زعما لحقوا لدرجة الصحابة، ولا مستحيل. ولكن مع ذلك كان هناك يا سيدي نقولوا 55%، ها يا سيدي. المهم تحلت مشاكل نتاع كثير من الناس، خاصة فيما يتعلق بالسكن، وحتى انه الغاز لقاو ناس مناصب نتاع شغل وكذا، مع الفترة القصيرة، لانه الجبهة الإسلامية دوك انت التجربة نتاع سنتين 90-91، تروح تجيب لي دوك انت تقارن لي دوك جبهة التحرير اللي راها درك هي من الاستقلال وهي في الحكم، تقارن الحزب نتاع الجبهة الإسلامية؟ مستحيل. والله تقارن درك الارن دي اللي راهو درك هو من التسعينات وهو درك راهو في الحكم الى الان، وعندهم جميع الامتيازات وعندهم القوانين في يديهم وعندهم كل شيء في يديهم. مستحيل هو انك تقارنهم. الحزب دام سنتين، وكما كانوا يقولوا الاخوه، وهذه الكلام اللي كانوا يقولوا فيه كلام واقعي وكلام منطقي وكلام رانا نشوفوا فيه راي العين، بحيث انه هذا الحزب نتاع الجبهه الاسلاميه كان يضم تيارات مختلفه، كانوا فيه الناس اللي كانوا في الجماعه تاع الدعوه والتبليغ، من بعد اقتنعوا بالمشاركه هذه نتاع العمل السياسي، كانوا ناس اللي كانوا هما في التوجه هذا نتاع بويا عليه ومن بعد اقتنعوا بالعمل السياسي، كانوا الناس اللي كانوا في افغانستان، كانوا الناس اللي كانوا في جبهه التحرير، كانوا الناس في احزاب علمانيه، كان الناس اللي عندهم توجه يساري، من بعد هما اكتشفوا حاجه جديده، خطاب جديد، معاملات جديده، كان اللي تاثر بالمواقف نتاع ناس الى غير ذلك. اذا هذه التناقضات هذه لما انت تجي انت تحاسب هذه التجربه تحاسبها بالسلبيات نتاعها وبالايجابيات نتاعها. ونقول انا من انه القياده نتاع الجبهه الاسلاميه، كي نقول القياده ليست فقط علي بالهاج وعباسي مدني، وانما القياده في المرحله هذيك يتحملوهما وزر من الماساه، حتى معهم حشاني، حتى معهم محمد السعيد، كل الناس اللي كانوا هما في القياده نتاع الجبهه الاسلاميه عندهم مسؤوليه في هذا المأساة، وربي فيما بعد هو اللي راهو أعلم. احنا رانا فقط رانا نتحدثوا في هذه المسائل على جل باش ننوروا بعضنا البعض، خاصة انه في ظل هذا التضليل اللي راه موجود ويمارس في وسائل الإعلام، خاصة انه هو أن الكثير من الشباب ما عاشوش هذيك الأحداث وما يقراوش في الكتب، وحتى انه لو تقرأ الكتب يعني كتب معدودة يعني، والشهادات يعني تبقى محل تمحيص. حبينا على جل باش حنا نناقشوا هذا المساله يعني بحياد، ما راناش قال مثلا حنا اليوم رانا تحدثنا كما تحدثنا على العربي بالخير، تحدثنا على نزار، تحدثنا على التوفيق، واليوم رانا نتحدثوا على الجبهه الاسلاميه. الجبهه الاسلاميه تتحمل مسؤوليه وتتحمل نصيب من هذا الدماء اللي سالت في الجزائر. كيف؟ من خلال الخطاب. كان هناك خطاب متطرف، وكانوا ناس اللي ما كانوش مؤهلين باش يقودوا حزب. درك غير الانسان اللي يحب يركب راسه. نعطي لكم مثال فقط، مثال على جل باش نعطي الدليل هذا. مثلا علي بالهاج، ربما راهو يسمع فينا، في ندوة صحفية وقادرين تشوفوها راها موجودة بالصوت وبالصورة، في ندوة صحفية كان معاه الشيخ عباسي مدني، وكانوا صحفيين جاوهما على جل باش يغطيو الندوة الصحفية. انت دركا رئيس حزب ولا نائب رئيس حزب؟ الواقع والمنطق يقول باللي انت نائب رئيس الحزب. درك انت رئيس الحزب راهو ثم، المفترض إذا راك دير في السياسة رئيس الحزب هو اللي هو يدير ندوة صحفية. أنت ربما يحتاجك
قال مثلا انت تلقي كلمة يعني توضيح امر معين كذا، كيفاش انت يا الشيخ علي بالهاج، وانا عارف باللي ما عندكش التجربة في تلك المرحلة، كان السن نتاعك اعتقد كان 35 سنة والله ذيك، كان ناقص تجربة ناقص سياسة كذا، كيفاش انت رئيس حزب معاك وانت تنوض ينوض من الندوة الصحفية ويقولوا والله ما استضربت فيها الضربة اللي هنا ويخرج، يعني وصحافة تبع صحافة دولية ثم وكذا، يعني موقف كيف ما ذاك رايح هو يخلي هاد الناس اللي راهم في السلطة هم باش يعطوك الحكم حتى وراك على الحق المبين، يشوفوك باللي انت لو كنت غدوة تكون انت وزير دفاع وش راح تدير، وش راح تدير لما يشوفوك انت تدير موقف كيف ما هذاك، هما مباشرة رايحين ينفروا، وهذا خطأ كارثي. حزب انت توقف امام الرئيس تاعك، يا سيدي خيرك تقول باللي السمع والطاعة، طيع الحزب تاعك طيع الرئيس تاعك، هذا رئيس تاعك موش رئيس جمهورية، رئيس جمهورية ماكش معترف به، طيع رئيس الحزب تاعك هذا اللي راه هو حزب اسلامي ولا راك راح انت تدير الدول الاسلامية، كيفاش انت توقف هذيك الوقفة هذيك وتخرج بحجة انت قال الوسمو هادو انتو الصحفيين انتو التلفزة قال خلاص لهم الباتري، هو موش راح يغطي لك الندوة الصحفية، هو راه معاك جحضر ثم جحضر الندوة الصحفية، وفي الفترة هذيك كنت في ذاك الوقت بالكاميرات بالوسمو الكاسيت فيديو هذوك القدوم هذوك تاع الفي اش اس هذوك، وفرض ان سيدي راهم هما درك راهم على ضلال مبين وانت راك على الحق المبين، المفترض اذا كان غلطهم انت ما تغلطش، كيفاش هما يا سيدي فرضا استفزوك تراك في ندوة صحفية، المفترض هو انك ما تغلطش غلطة كيما هذيك، ومش غير هذيك غلطات اخرى كان في تسجيلات راها موجودة بالصوت وبالصورة، يقول الحمروش وين ما حط نحط معاه، هذا كلام يقوله تاع واحد رئيس حزب ولا نائب رئيس حزب، هو راه رئيس حكومة ويقول هكذا باللي الولاية اللي تسمى اللي عت انا نروح لها هو ما يروحش لها، حمروش هو العدو نتاعك، حمروش مش العدو نتاعك، حمروش هو اقرب الناس ليك، تختلف معاه في الاسلوب تختلف معاه في كذا، ولكن هذا راه اخوك راه ابن شهيد كيف ما انت كيف ما هو، كيفاش تخليو الناس اللي هما كانوا حركة يضربوكم في بعضكم انت ابن شهيد وهو ابن شهيد، ومن بعد يخرجوهم المنتصرين، اذن بالمواقف هذيك السلبية ساهمتوا في المواجهة، هذيك الخطابات هذيك اللي هي تصعيدية هذيك، وكاينة خطابات واحدة اخرى لا مجال لذكرها، خطابات كثيرة انت خطابات تصعيدية وخطابات تحريضية وخطابات حتى منها انه الدعوة للجهاد، يعني ناخذ مثلا كمثال راها بالصوت وبالصورة الكلام اللي راني نقول فيه، مانيش راني نزيد عليكم، راني نقول في كلام انت واقع على جال باش الانسان ما يعاودش يرتكب هذيك الاخطاء هذيك، كيفاش انت تجيب لك انت هذه الدولة انت مازال ما وصلتش لها، مازال ما وصلتش للدولة، راه ما عندك رؤساء بلديات، مازال ما عندكش الوزارات وما عندك مازال عندك وزارة الدفاع، رايح تجيب لي انت في رئيس بلدية نتاع القدس دير انت توأمة معاه، ويجي ليك هذاك التميمي هو يلقي خطبة نارية في 5 جوي روحوا للجهاد يا الجزائريين، والفلسطينيين قاعدين يبيعوا في فلسطين في باري وفي في مانيش عارف وين يبيعوا فيها، ومن بعد يلا ثم كمل القمازي الجماعة ها هو علي بالحاج راه هو اول الموقعين على الجهاد، رانا في 2016 علاه ما رحتش، قطعوا لك الطريق والله، هذ الناس اللي راهم يروحوا من فرنسا يروحوا يجاهدوا في سوريا، وهذ الناس اللي راهم من فرنسا يروحوا يجاهدوا في مانيش عارف انا في ليبيا وفي مانيش عارف اسمه، احرق وروح، هذك الخطابات هذيك هي اللي تلما يشوف انت
تراك تحكي انت في خمسة جويلية الاف المؤلفة راه معاك، رؤساء دول راهم يتبعوا فيك كما ذكرها من القناة نتاع الجزيرة. كثير من الأغبياء وكثير من السذج هي راها تقدم في الخدمات الجليلة الإسرائيل، هم يروحوا على أساس أنها راها تدفع عليهم. كيف كيف الإعلام، الإعلام هو الرسالة وين راكم موجهها، مش هي لما تكون تتكلم. هاني دوك أنا نتكلم معاك، قادر أنت تغضب عليا، ولكن كاين الآخر اللي أنا راني نوجه له في الرسالة هو يفهمني. في الإعلام شكون هو اللي انترك تقصده بالرسالة هذيك؟ كما يقولوا في البلاد الهضرة الخالتي والمعنى الجارتي. تا لما تكون انت في هذاك الموقف راك في التجمع، المفترض هو انك توزن الكلام نتاعك. قادر تقول لي انت ذوك باللي انا راني ما يهمنيش انا في الناس تغضب عليا، وانا ما يهمنيش، وانا راني رضيت ربي. رضيت ربك انت تدي البلاد للهاوية. العراق راح تتحرقت، افغانستان تحرقت، ها هو ذركا سيخونا كان في افغانستان كان ثم المجاهد الكبير، وذوك راهو ها هو يدير في البزنس على راهو في في, في 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 لندن. خلاص الجهاد درك، يلا روح لفلسطين، يلا كيفاه دول راه تتبع فيك، رؤساء نتاع دول، وانت البلاد اللي جاتك في الطريق تمحيها. هما لما انت تقول هذا الكلام وشوفوا هما هذيك الجماهير وشوفوا الناس راها هي فعلا راها جادة صح، يقعدوا هما ينتظروا فيك، هما يتعشوا بك. وهذا هو الشيء اللي وقع، هذيك الخطابات هذيك النارية وهذيك المواقف هذيك السلبية هي اللي اعطت الفرصة لهذا العصابة المجرمة اللي هي كانت تبحث على الأعذار وكانت تبحث على المبررات باش تدخل هي في الوقت المناسب. ثم كنتوا تحوسوا على حمروش، حمروش متسالوا، هو راهو يخدم معاهم دركاي. ثم قلتوا باللي راح هو ذوك خرج لها قال يخدم معاهم، قال انا نعطيك الشاذي، نعطيك انا الوقت نتاعي اللي تحتاج باش ندير الاستقاله، هاي استغلها. فهمت؟ هزوا حمروش منا، هزوا الشاذلي منا، هزوا بالخادم منا، هزوا بن حبيلس منا، ومن بعد جابوا لك غزالي اللي صار صاحبكم، وفيما بعد حطكم في الحبس. والنتيجة عشا نزار يحكم بحكامه هو والعربي بالخير، والجزائر دفعت فاتورة غالية أكثر من 250 ألف قتيل، وما على بالناش بالعدد الرسمي نتيجة والله في غياب هذه المعلومات الدقيقة. والخسائر المادية لا في الأرواح ولا في الممتلكات ولا في الأعراض، كثير من الناس اللي اغتصبوهم سواء رجال ولا نساء. وخلي من الأمور النفسية اللي ما زال إلى اليوم ما زال ما تخلصناش منها، كثير من الأولاد اللي راهم هما نشأوا في هذه الحرب القاذرة هذه، نشأوا في هذا الوضع النفسي الخامج. راهم الآن درك هذا انت ذوك اللي راهو يقول لك هذا الشباب ما على بالوش منين، باسكو خلق في ظروف خامجة. هذه النتائج اللي راكم تشوفوا فيها درك هي كلها نتيجة نتاع الحرب القاذرة اللي عشناها في البلاد، وما يشغر جاية من 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 الفتنة، راها شغل مسلسل جاي، تدمير تاع الأسرة الجزائرية من خلال الاستعمار، بحيث هو أنه الناس تربات على الرعب وتربات على القنابل وعلى القذائف وعلى الصواريخ وكذا. عاد صار لما خرجت فرنسا صارت الناس ولات تمارس في التعذيب على أولادها، ومن بعد زجت الفتنة، وراها مازال هذا النزيف راه مازال مستمر، وكله نتيجة نتاع عدم تشخيص. والله التشخيص الخاطئ، لأنه لو كان جات الناس فعلا تريد البحث على مخرج حقيقي، مخرج اللي هو يجمع كل الجزائريين دون استثناء، انت وشكون انت؟ هو من تكون انت؟ والله أنا، والله زيد، والله عمر، والله أخر، الجزائر تاعنا كلنا تاع ابن الشهيد وابن المجاهد، وكاين اللي راه باباه ما ولا شهيد ولا مجاهد، ما حضر الثورة ولا شافها. تمنعوا انت يا إذن
هذا الشيء اللي صرا هو في البلاد الناس مسؤولة عليه، جبهة الإسلامية كحزب سياسي هي مسؤولة وعندها نصيب من المسؤولية. هذه فيما يتعلق بالنقطة هذه. نعطي لكم فرصة على جل باش تديروا كلمة أخيرة توجهها للقيادة نتاع الجبهة والأنصار تاعهم يعني، والحكومة نتاع حمروش وغزالي ونزار والجماعة نتاعو يعني اللي مشاركين هما في المأساة هذه، والأحزاب الأخرين يعني مش غير وحدهم. أنا عندي قاعدة راسخة من أنه الناس كامل غلطت والناس كامل لازم تصح الأخطاء نتاعها. الأخ نبيل، نعود نرجع لك، كلمة أخيرة توجهها لهذا الناس هذا، تفضل. الكلمة الأخيرة لنا في هذه الحلقة هو نستنتج عنا وتبقى نقطة استفهام، أن هؤلاء اللي كانوا في اللعبة ولا كانوا في القرار، منهم أن عباس مداني ولا علي بالحاج ولا قياديين أخرى، نتساءلوا علاش ما داروش مذكرات التوحم وباش يبينوا للجيل هذاك اللي ما حضرش هذاك الحقبة باش يعرف واش كاين، باش يشوف يقرأ من هذا ويقرأ من هذا ويقرأ من هذا. كيفاش نشوفوا مذكرات تاع وحدين دمويين عسكريين مذكرات توحم خرجوهم ألور فاسون كما نقولوا، وبصح في الجانب الآخر ما شفنا حتى مذكرة تقريبا على حسب علمي. كما قلت المشكلة يتحملها بنسبة متفاوتة من الصدر من الدولة إلى الجبهة الإسلامية الأنقاذ بمختلف قيادة التوحى وتاني بالقيادات. نعم. ألو ألو. يبدو هو أنه فيه انقطاع نتاع الخط من عند الأخ نبيل. تفضل الأخ بالقاسم، ربما عنده أخونا نبيل راح له الخط، بلاك راه راح له الكهرباء. تفضل الأخ بالقاسم دير مداخلة باش نختموا البرنامج. أخ بالقاسم. نعم. يصل الصوت؟ نعم أنا نسمع فيك، تفضل. أنا أنا جديد، كان الميكروفون مغلق وأنا أتكلم، عفوا. خلاصة كخلاصة، والله شوفوا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. أنا باستثناء التيار الاستئصالي التغريبي الحنفيلي اللي يرى كل قيم كل الشيطان تتحاور معه، وهؤلاء جمعية عبد الحافظ سنحضري هذيك والأرسيدي اللي بغيدي الرابع العربي في الجزائر، وهذه التيارات المريضة الخارجة كل على هوية الشعب الجزائري. أنا والله شوف الإسلاميين عليهم يراجعوا وعلاقتهم مع الوطنيين، لأن الوطنيين خاوتهم بوتهم جدودهم أمامهم أصولهم وجذورهم في مهارة، ويكفيهم فخرا أنهم يحافظوا على الوطن. هذا من المشكل، وأنا عجبني هذا النقاش اليوم لأنني اكتشفت أن الناس راهي واعية، ما راش التضليل هذا ما راش يأثر. فعلا هناك أخطاء من الإسلاميين، الإسلاميين أخطأهم في الكثير، الآن أخطأهم في العراق، في سوريا، في اليمن، في أفغانستان مرة أخرى ومرات ومرات، ونفس الأشخاص ومشكلة ونفس الفكر ما يراجع على. لكن للأسف الشديد يعني كنا نتمنى وقيادة الجبهة الإسلامية الإنقاذ والفاعلين الكبار كان يقدموا مراجعات أو مذكرات كما قال الأخ الكريم، يشرحوا فيها الأجيال، كما حتى الجنرالات راهم بدأوا يخرجوا، كل واحد يبدأ يعطي تصريح قبل ما يرحل. لماذا؟ لأن مرحلتنا إحنا خلاص نكوينا بها ومرينا بها، والله أنا واحد بعدها نسامح دنيا وآخرة، ولكن الأجيال الجديدة ما تسمحش بحق التاريخ، تبغي تعرف با تستفيد با تدي الدروس والعبرة، مش يخلوا الأمور مغلقة. ولذلك هذا الموضوع تاعك أنا نشجعه بزاف، يعني المصالحة لازم تكون شاملة، مصالحة مع التاريخ، مصالحة مع الحاضر، مع المستقبل، مع ديننا، مع هوياتنا، مع انفتاحنا على العصر. ماشي قال ما اللغه الفرنسيه راهم بيديروا لنا يقلعوا الاسلام، ما يقلع الاسلام ما يقلع هوار ما تقلع على امازيغيه، هذه النقاشات البيزنطيه لها مشينا تضرني. ولكن
ولكن احنا جزء، احنا كتله، احنا العرب، احنا العرب هنا شكون؟ اما اهل البيت واما بني هلال وبني سالم، يعني وهذو كلهم قبائل قيسيه عربيه جاءت في القرن الرابع في عام 440 هجريه بعد ما المعتز الباديسي انقلب على الخلافه الفاطميه ورفع البيعه، ارسلوا له هذه القبائل، كانت من هي من خيره القبائل، من هذه القبائل الجليله اللي راه هنا، وكان الامازيغ الاحرار، وانا عندي بحوث 90% انهم عرب، عرب العرب البائده، ما كاش بائده، هذه كلمه بائده قيلت في التاريخ فقط، هذوما يعني تقريبا جنس واحد، شعب عظيم، تشوف يعني في الابداع، تشوف مثلا جينات يعني تتبرز في الغرب، زيدان يعني اكبر عبقري مثلا، اينشتاين منين هو؟ هو سامي من العنصر من سيدنا ابراهيم، من العنصر تاعنا يعني، يهود ولا نختلفوا معاهم في الدين ولكن جنس منا، لابد مراجعات، لابد نزل استقرار، تبحث وتفتح الافق وتفتح الصدر باش نتجنبوا المشاكل، ها واذا كان على بال الاسلام كما قلت نحرقوا الجزائر، ها وين نروحوا؟ في التاليه وين تروحي؟ وين ها هي 800 مليار وما ردتهاش ومانيش عارف المستقبل، ان شاء الله يكون غير الخير رزق والله ذو القوه المتين، ما نياسوا الشعب ولا حاجه، لكن لابد من العمل، لابد من الاخلاص، لابد من الصدق، لابد من الصبر، لابد من المواصله، يعني الانسان ما يصابش بهذيك الصدمه وكان الله راح والاسلام راح، الله موجود، لا لا والاسلام النهار اللي يشوف ربي عز وجل تحققت فينا الشروط اللي يطبق فيها هذا الاسلام، افعال احنا محتاجين افعال، الاسلام اسلام في الكتب، يحاول لك 7000 حديث وتعطيه دراهم يخونك، لا احنا راهو عندنا، شوف احنا راهو عندنا الكتب، راه الاسلام راه موجود في الكتب، نحوسوا على الافعال فعلى الارض الميدان، نعم الصدق، تعامل طيبة، احترمني كجار، احترمك تخدم نخدم، ترفد عليا نرفد عليك، تعاون، هذه أخلاق لا. الجزائر، هذه لا. أخلاق الشعوب العربية كلها، لكل هذه السياسات والصراع، الشعوب العربية كلها شعوب، رغم الاستعمار، رغم التطهير، رغم الحروب، محتاجين إلى أفعال، ما زال يمكن أفعال، يا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، سيبها سالة يقول لك يا ودي راه غادي، كلام يعني تعب، تندم اللي وتتأسف على هذا، راه يمثل الإسلام وراه حاسب روحه يمثل الإسلام ويقول لك أنا الصح وأنا الفرقة الناجية. نعم. للأسف الشديد لازم ندو دروس، وهذه الفرقة لازم لها ثاني تنقرض هذه، لأن هذه ثاني جات ردة فعل استعملتها المخابرات، ثاني راهي قابلة الدين تلعب به، اللي تنقرض هذه الفرقة كما لا هو ممكن. شوف هو نقول لك أخي بالقاسم سامحني برك قطعتك، هي المشكلة وين راها؟ المشكلة هو أنه للأسف الشديد حابين يفرضوا علينا ثنائية، ومش من الآن. حابين يفرضوا علينا ثنائيه ويمشيوك هما درك، هما يستعملوا، هما عندهم هما متمكنين، عندهم الاعلام وعندهم المال وعندهم الخبراء النفسانيين وعندهم كلش، عندهم جميع الامكانيات، ويستعملوا في ناس كاين منهم اللي هما مكونينهم وكاينين الناس بالغباء نتاعهم. مثلا درك يا سيدي، علاش انا نمشي في الخطه نتاعهم هذه نتاع تسريب الاسئله نتاع البكالوريا؟ علاه انا ما نديرش موقف اخر اللي انا نضيق عليهم الخناق؟ كيفاش هذا اللي هو درك يمارس في الغش نتاعو طول العام، يجي هو يقنعني درك انا باللي درك راه واحد من الاسلاميين هو اللي راهم يدفعوا فيهم راهم ضد بن غبريط؟ علاش مخلي اللي جاب بن غبريط وراه انت قاعد مقاضي وقتك كل مع بن غبريط؟ الوقت اش تفيق يا صاحبي؟ ولا ودي بن غبريط راهي في مديري، بالعكس هي نقيه على مديريه، مديري التربيه وعلى المفتشين وعلى العصابات اللي راهي في القاع، مخربين يعني مجرمين دمويين، هي مسكينه قرات ديك القرايه وديك الثقافه تاعها، الله غالب هذاك المبلغ، هي قاريه في جانب بصح. شوف مشكلتنا ثاني كوطنيين كاسلاميين، قلت لك نهار لاصلاح المنظومه مثلا اوليو لازم تجيب واحد اسلامي، وما تجيبليش واحد انا من هذو تاع النصوص، واحد مفكر مثلا كما كان وقت الفات وكاين مازال، كما كان مالك بن نبي رحمه الله، كما كان يعني ناس يكونوا محضرين يخافوا الله بالطريقه العصريه، ماشي بالطريقه هذه يجيب لك النص ويقيسهلك ويقول لك لا دير كيما هاك ولا يبلع عليك، والنص ربما عنده معاني اخرى ومفاهيم اخرى. هذه هي لماذا؟ لاننا اللي راحت لنا الجزائر هو الله غير من سوى، كيما راك في فرنسا ربما راه على بالك انت راكش تجربه السوريين المساكين واش راه صار لهم في الغربه، نعم واش راه صار لهم في سوريا. ونزيدك النقطه هذه كنت بغيت نقولها لك قبيله، خطرات انا كي نشوف واش دار الاسد، واش صرا في اليمن، واش صرا في العراق، هم مخابراتنا احنا وجنرالاتنا بهم وفرنساويتهم بكل الصفات اللي طقناها عليهم ما داروش كيفهم، نقولوا صح نقولوا الحقيقه. يعني كانت حرب على الاقل كل حرب قذره، ولكن ما كانش في ذيك الدرجه الجهنميه اللي راهي موجوده الان. يعني شفنا العجب
وثم احنا في وقتنا كان وقت الخفاء والتخفي، بامكان الجزائر الدوله دير عجائب وما يفيقوش بها، لكن احنا الان في وقت السماء المفتوحه رانا نشوفوا كل يوم القتل، كل يوم القتل، كل يوم دماء سيل اطفال نساء، كارثه هذا العالم ماله. نعم. شو سبب السبب تاعه؟ ضيق الصدر، كل واحد انا رب النغله، انا سلفي، انا جنه. نعم، اخ بلقاسم واش هي الكلمه اللي توجهها للقياده نتاع الجبهه الاسلاميه؟ راهم يسمعوا فينا الانصار تاعهم. الجبهه الاسلاميه الانقاذ انا ندعيهم كاخ تجربه، فماشي نقولوا فشلت فشل ذريع، ولكنها توقفت في مرحله معينه. عليهم يراجعوا، يكتبوا، ينقدوا انفسهم. صدقني، قال عمر بن الخطاب رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، والناقد ينقد نفسه، ننقد نفسي. انا اخطا، انا شخصيا راني راجعت كل الاشياء، بدلت كاع اصحابي، بدلت عيطه صورة، اكتشفت اشياء ما كنت دايها عاطفه وحب ووجدان وكذا، ومن بعد اكتشفت باللي لا، يعني هما جبهه الاسلاميه ما يحصلوهاش غير في الجيش والجنرالات. الجنرالات اخطاوا وانتم ما اخطاتم، بينوا الخطا تاعكم وبرروا ذمتكم امام الله، وكتبوا كتب اكتب عباس مدني نورمال، مكرا عنده كاتب ويملي عليه، ولا يسجل اشرطه ولا حصص مثلا واضحه، ويجيب التاريخ كامل ويعطي التفاصيل اللي ما نعرفوهاش، ثم الاشياء اللي نعرفوها هذيك مكلاه يقولها، يجيبها بصحافه، ما يستعملهاش كامور حزبيه، يعني سيتادير باه يحافظ على الحزب وكاش من موقعه من المستقبل، لا، يجيبها للتاريخ للاجيال الجديده باش تفهم. انا متاكد باللي راهم داير تسجيلات، عندي يقين باللي راهو داير تسجيلات، ولكن ممكن. للاسف الشديد للاسف الشديد هو انه ولفت الناس، هو انه حتى يموت واحد باش ينشروا الشهاده نتاعو. معليش، ما كاش مشكل، هذيك درء للفتنه ودرء، معليش مليحه، ولكن احنا كيما واحد كيما علي بالحاج ايضا اللي قلها ثاني، واحد يفتد معنا، لان اشياء هو يعرفها احنا ما نعرفوهاش. نعم. باش الناس تستفاد منها، وينقد ينقد ينقد، لان كي تنقد هذه التجربه مليح مليح وتغربلها، اللي يجوا من ورانا غادي يستافدوا منها استفاده عظيمه، اما كي تخلي الامور مخبيه والله يكرروا نفس التجارب ونفس الاخطاء. نعم. هذه هي. نعم. الدرس لازم يقرا من السياق كامله، قدم لهم السياق وخليهم، ربما اليوم فشلت، نقدك ودراستك الحقيقيه غادي تجعلك في يوم من الايام ينتصر المشروع تاعك وانت عند الله جل وعلا. هذه هي. نعم. هذه هي. شكرا اخي بلقاسم، ربي يبارك فيك. شكرا. الله يسلمك. الاخ نبيل، كمل المداخله نتاعك، كان انقطع من عندك الخط، باش نمر لخونا عيسى. كان انقطع الخط كان من عندي للاسف. نعم. انا قلت كان عليهم القياديين هادو بالجبهه الاسلاميه، انا قلت كما قال الاخ تانيك وكان مع اللي قلتها، انه كان يجب عليهم ان يكتبوا المذكرات، كل واحد يكتب المذكرات تاعهم، وعلى الشعب واللي جاي هو اللي يحكم من كان على خطا ومن كان على صواب. كما قال نكتبوا، يكتب كانسان، ما يكتبش كانه في الجبهه الاسلاميه انقاذ، صاي الجبهه الاسلاميه انقاذ ولا راها في التاريخ، وحتى واحد ما يقلعها من التاريخ. كما قال حنا الجيل تاعنا صيفات دروك، راها لولادنا الا يعرفوا الحقيقه. ولا لا لا لا، انا واحد من الناس شفت، راني نشوف في المثال في علي بن حاج، كانت عنده مواقف في بار اكزومبل في التسعينات في بين ودروك، هناك اختلاف في الكلام تاعه في الحده تاعه، استاذ ما بقاش كما كان. علاش ما كما قال ما يديرش نقد النفس تاعه الاولى على المباشر، ولا في على الكاميرات، ولا على كسمه، ولا يكتب كتاب ويقول باللي انا كنت داير هكا وكنت غلط. وراه المشكل هنا، وراه المشكل. انا شفته باللي انتقد حتى السلفيه الوهابيه هذه اللي راها نخرت جميع الشعوب وجميع العالم بالوسائل تاعها الجهنميه. بوركوا با هو يكون لبنة ولا أداة باش نتخلصوا من هذا الفكر الوهابي، لأنه أقرب منا ومن السلطة، وبالك الناس تسمع له لأنه إسلامي، ويفضح هذا الفكر الوهابي اللي تانيك راه يدخل ورا، راه تانيك دينا دينا لطريق لا تحمد عقباه، قادر بالك تدينا تانيك تقسيم جهنمي كما اللي صرا في سوريا وصرا في اليمن وصرا في
واللي عنده باغ اكزومبل مانيش عارف انا اللي كانوا في القيادات وكما في الحكومات واللي كان ماذا بهم كل واحد يدير يكتب كتاب ويدير مذكرات التوعه بس الناس قبل ما يفوت الاوان وواحد يروح والناس تهضر عليه وما يقدش يدافع على روحه ولا كل واحد يدير يكتب كتاب ولا مذكرات كما قلت ولا ما يحسنش الكتابه يملي على الناس وهم يكتبوا له وهكذا نتصالحوا مع الاجيال اللي جايه من بعد. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ نبيل الميكروفون. تفضل الأخ عيسى. عيسى دير مداخلة أخيرة، وش هي الكلمة اللي توجهها للقيادات؟ شكرا الأخ نور الدين. الله يسلم. هي الاعتراف بالخطأ يا نور الدين فضيلة. صحيح. قبل كل شيء أنا أوجه كلامي إلى كل الأطراف اللي ساهموا في المأساة الوطنية، لابد من مصارحة ومصالحة حقيقية. لكل حال ساهموا في المأساة عن قصد وعن غير قصد، لأن الكثير هم ساهموا عن غير قصد، ولابد من الاعتراف بالأخطاء المرتكبة ومراجعة تاريخية للأحداث، وهذا من أجل بناء جزائر المستقبل بثوابتها وهويتها الأصيلة والوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخ عيسى. المهم أنا ندير مداخلة أخيرة باش نختمو إن شاء الله البرنامج فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة. أنا شخصيا يعني كنت تحدثت مع باسي مدني في وقت سابق، تحدثت مع بنو عدة مرات، وأيضا وجهت رسائل لبلهاج خاصة في هذا المسألة هذه نتاع تدوين نتاع الأحداث، وجهت له عدة مرات رسائل. اليوم نخاطبك على المباشر والناس تسمع. أخ علي بلهاج، انت يارك دفعت فاتورة كبيرة بحيث أنك قضيت جزء كبير من العمر نتاعك في السجن. أنا فاهم الوضع النفسي نتاعك، فاهم المعاناة نتاعك، انت راك في بعض المسائل تمشي تحت الضغط، وكاينه بعض الأشياء انت ما راكش تشوف فيها لأنه احنا رانا بعيدين على الضغط نشوفه في هذه الأشياء. ناخذ كمثال فقط غير لهذه القضية نتاع الصلاة نتاع الجمعة، يا هل ترى درك هذ الناس هما راهم يمنعوا فيك على جال باش تصلي؟ اذا كان قلنا من انه راهم يمنعوا فيك على باش تصلي، بما هو انه راهم يمنعوا في الشعب الجزائري كامل من الصلاه، وهذا غير منطقي وغير واقعي. تما هو الهدف نتاعك انت لما انت تروح تدير تسجيل يا اخي باش يوصل للناس؟ ما الذي يمنعك هو انك انت في البيت نتاعك انت تدير تسجيل دون هو انك انت تروح تسبب حرج للشرطه؟ حبيت انت قال مثلا تبلغ الوجهة نتاع النظر تاعك، او تعبر بالوجهة نتاع النظر تاعك، او تعلق الاحداث، من حقك. راهم كاينين من الناس اللي معاك، دير كاميرا، روح جي في مكان ما ودير مداخلة وراجع تسجيل تاعك. تراك تتحدث، راك قال شخصية سياسية والله دعوية، راجع الكلام تاعك، احذف كلمة قال هذه الكلمة انا ما تعجبنيش نحيها، كذا كذا. راك انت لانك الكلام نتاعك انت مش كيما كلام اي انسان. راهو عندك ذوك الصفحات ماك محتاج القناة فضائية، ماك محتاج للصحيفة، راهم ذوك الانترنت وراهم هما يولي هما يبحثوا على التصريحات. كيفاش درك في هذا الوقت هذا درك ما زلنا ذوك احنا الان في 2016 نلعبوا في لعبة القط والفار، هم هزوا علي بالحاج هم طلقوه، وعلى بالك باللي كاين في بعض الاشياء، بعض الاشياء اللي توقع في الاعلام وربما انت ما عندكش هذه الدراية بها، كاين شيء لما هو يظهر ربما تكون عنده هكذا خاصة في الاعلام يدير هو ضجاوة، لكن التكرار نتاع الشيء هذاك يولي يؤدي للملل. راهو الانسان لما يصلي بآية كل يوم يصلي بها راهو يملها قرآن، ما بالك انت هو يولي الانسان يعيش في الأحداث هذيك نفسها تتكرر. عوض هو أنه الآن درك يا سيدي راه أنت درك مثلا الحضور نتاعك أنت في مسجد هذا، والله الكلمة نتاعك هي أنها أنت تسبب لك مشكلة لك أنت وللأنصار تاعك.
الناس راه على بالها باللي الجبهه الاسلاميه راه ربحت الانتخابات، راه على بالها باللي هاد الجنرالات مجرمين، راه على بالها باللي هذا النظام راه مجرم، ولكن انت راك ارتكبت اخطاء كارثيه. عوض هو انه الان درك تقضي الوقت نتاعك انت في تسجيل تاع المذكرات تاعك، يا سيدي اكتب كتاب ولا زوج دققهم مليح وقعد معاهم، ما دير لا تسجيل لا والو. ولما راني نقول لك في هذا الكلام انا مانيش نمنعك والله تكلم على روحك، الله يسهل عليك، انا راني نقول لك كونه انه راني واحد من الناس اللي يحبوا لك الخير، راني نحب لك في الخير. كاين بعض من الناس اللي ربما راهم يجيو ليك ويسلموا لك على كتافك وراهم يسلموا لك على راسك وراهم يدفعوا فيك للهاويه، لانه المساله هي لا تتعلق بشخصك. ها هو درك راهو المشروع الاسلامي راح مش غير في الجزائر، هاي دمرت سوريا، هاي احرقت العراق، هاي دمرت افغانستان، هاي احرقت ليبيا، والى متى هذا الشيء اللي وقع في البلاد وكانه ما كان لا مراجعه ولا 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 هم يحزنون. اذن عليكم هو انه تراجعوا انفسكم في هذه المساله، تراجعوا انفسكم جيدا. وانا يعني من هذا المنبر هو ان نوجه لك رساله على جل باش تاخذ هذا الكلام نتاعي بعين الاعتبار. راني درت تسجيل في وقت سابق راه منشور في الصفحه نتاع اليوتيوب قبل ما يجيو العراق قبل ما يجيو الامريكان لليبيا قبل ما يجي الحلف الاطلسي، وقلت لك يا علي بالحاج راهو التسجيل راه منشور، قلت لك باللي بحكم المكان نتاعك توجهوا برساله لهذا الناس اللي راهم مسلحين اللي راهم كانوا موجودين في الصحراء، راه كاين مخطط لتقسيم البلاد والامريكان راهم يبحثوا على المبررات وعلى الاعذار على جل باش يدخلوا، راهو التسجيل مازال منشور قبل ما يصرى هذا الشهيلي العربي وقبل ما يجيو الامريكان يجيو لليبيا، راهو التسجيل مازال منشور. ولو كان انت في الوقت هذاك درت بيان رفقة مجموعة من الدعاة ومن السياسيين ووجهتوا نداء برئتوا الذمة نتاعكم، ولو كان سحبتوا البساط من تحت الأرجل نتاع الأمريكان ومن تحت الأرجل هذا نتاع الناس هذو، دوك إذا كان هذ الناس ما يسمعوكش المهم أنت فيما بعد الناس يدبروا رؤوسهم معاهم. أنا يا هكذا يعني الرسالة اللي نوجهها لك هو أنه ماذا بيا باش تكرس الوقت نتاعك في التدوين نتاع الاحداث اللي عشتها انت كشخص والمعلومات اللي راه عندك، لانه انا راني عارف باللي ربما يا سيدي اذا كان ماكش قادر انت تتكلم في هذه المسائل دركا على الاقل دونها، لانه لما تغيب الحقيقه ويغيبوا الشهود ويغيبوا الناس اللي كانت عندهم علاقه بالاحداث فيما بعد تشوف انت درك الان راه معينين يشوفوا والتاريخ راه يزوروا فيه، ما بالو كان تاخذ ولما يموتوا هذ الناس هذو. انا من رايي هو انك تكرس الوقت نتاعك في هذه المساله، وبالمناسبه هذه نتاع رمضان اتمنى لكل الاخوه والاخوات اللي راهم يسمعوا فينا على جل باش يقضيوا رمضان سعيد ان شاء الله ويكون كريم على الناس اجمعين، وان شاء الله يكون هذا الشهر نتاع توبه ونتاع مغفره لنا جميعا. أتمنى هو أن رانا أفدناكم من خلال هذا النقاش، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، نلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى. إذا كان يهمكم الحوار هذا والحوارات اللي رانا نجريوها على الإذاعة نتاع وطني بإمكانكم هو أن تتصلوا بنا من خلال سكايب راديو وطني، من خلال صفحات اللي راها موجودة على الفيسبوك تاع المصالحة والحساب تاعي الشخصي، تتصلوا بيا وإذا كان فيه إخوة عندهم إلمام بمواضيع أو يقترحوا مواضيع مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في كل الوقت. إذن نلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى، إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. من أجل مساعدة وطنية. حد من شيء أدو وطني.